مش اوكي. النهارده الصبح اتكلمنا شويه على خلفيه بتاعت الاقتصاد، والنهارده بقى هنتكلم على الازمه العالميه اللي بنمر بيها دلوقتي، اللي انتوا كلكم عارفينها. تطفي النور ده يا ابني، انت مولعه ليه؟ كاميرا. اوكي. على اي حال، الجلوبال كريدت كرايسيس هي بنمر بيه صعب جدا. هديكم شويه باك جراوند تاريخي عشان ناس كتير قوي عماله تقارن اللي احنا بنمر بيه بالجريت ديبريشن بتاعت امريكا في الثلاثينات او في اوائل الثلاثينات يعني. فثانيا هنتكلم على الاوريجنز بتاعت الازمه اللي احنا بنمرها دي، والاول وورنينج ساينس حصلت فيها ايه بالظبط، الكرايسيس وايه الريسبونس وايه اللي نتوقعه بعد كده، واتس نيكست يعني. فلو بدانا بالباك جراوند، اولا ان بصوره عامه زي ما قلت لكم النهارده الصبح، في بزنس سايكلز. البزنس سايكلز تمر بازمات بعد فترات، كل شويه تحصل بابل ويحصل ازمه وبعدين تتحل وبعدين تاخد دورها. وان جزء من السياسه من بعد الحرب العالميه الثانيه كان ان هو نعمل سموذنج اوت للبزنس سايكل. فحصل كذا بانيك من اول ما بدا الاقتصاد يتنظم في اواخر القرن التاسع عشر وبدايه اوائل القرن العشرين، وظهور وول ستريت وما اليه، واول ازمه كبيره حصلت سنه 1907، وكان جي بي مورجان اللي هو جيمس بيربونت مورجان، كان شخصيه جباره جدا، اللي هو اسس طبعا البنك اللي باسمه، البنك بتاع مورجان ستانلي والبنوك دي كلها كانت مؤسسه. هو اللي دخل وأدى الضمان بتاعه اللي سمح للأمور إنها ترجع مجراها، وإن ال يعني صلحه، وهو قدر بقوته إنه يجمع فينانسير الثانيين بتاع وول ستريت وحبسهم عنده في وات إز ناو ذا مورجان لايبرري في نيويورك، كانت بيته، وحبسهم طول الليل. كان بيلعب سوليتير على مكتبه كده ورافض، قال لهم طلعوا ب 25 مليون دولار. طبعا 125 مليون دولار كانت حاجه كبيره جدا يعني، وما خلاهمش يخرجوا من بيته الا بعد ما كانوا كلهم حطوا الماي، كل واحد حط الحصه بتاعته عشان يطلعوا ال 25 مليون دولار، وقام بهذا الدور. انما كان يعني مواطن عادي، المفروض او مواطن غير عادي، انما مواطن يعني، ما كانش مؤسسه رسميه. قام بهذا الدور وبعدين قام بدور ثاني برضه مره ثانيه سنه 13. انما لما حصلت الازمه الكبيره في سنه 1929 اللي هو الجريت ديبريشن، ستوك ماركت كولابس بتاع ده نيويورك ستوك ماركت سنة 29، دي الصورة بتاعته. حصل الجريت كولابس اللي حصل كراش، وناس بدأت تنتحر وترمي نفسها من الشبابيك إلى آخره، لأنه في العشرينات كان حصل بوم جامد قوي، وبعدين حصل الباست كبير قوي في الكراش اوف اكتوبر 29 1929، واستمر بقى الانهيار الكامل بتاع الستوك ماركت. يعني الستوك ماركت نزل من 400 بوينتس الى 40، عشان بس ايه، لما نقول ان البورصه نزلت من 11000 ل 8000 بوينت، اتس نوت ذا جريت كراش اوف 29. ده نزل زي ما تقول من 11000 نزل ل 1100 يعني، تو ذا هيوج كراش. الكراش دي ليد تو ذا جريت ديبريشن، والجريت ديبريشن طبعا كان unemployment وصل 25%، في demonstrations كتير جدا، وكان في سوب لاينز، ناس واقفه تدور على اكل، وفي للاسف الحكومه بتاعت هربرت هوفر زودت الطين بله بانهم عملوا شغل بقى populist بقى، ونحمي بلادنا من مش عارف ايه، ودول الاجانب هم اللي بيلعبوا هذا الدور وبتاع، فعملوا تاريفز
قوية جدا، ودي أدت إلى تاريخ فورس في العالم، فديبند الديبريشن جدا بدل ما تخففها. وحصل دي ستابيلايزيشن في أوروبا وقتها بعد الهايبر انفليشن في ألمانيا، النازيز، وكان الأوروب طبعا الفاشيست موجودين في إيطاليا، وبعدين حصل الحرب الأهلية في إسبانيا، وكل الحاجات دي حصلت في هذه الفترة، وكانت هزة الحقيقة كبيرة جدا. وكان من الفينانسيرز بتاع وول ستريت كانوا بيبيعوا أبلز على الشارع بعد ما كانوا سي اوز في الشركات الكبيرة، ودي البريد لاينز، كانت الناس بتقف عشان تاخد عيش، بريد لاينز، وهنا فري كوفي اند دوناتس فور ذا انيمبلويد. ودي مناظر من صور بتاعت الجريت ديبريشن، عشان افكر في امريكا ما بفكرش الناس كانت عايشه في عشش زي دي، ومشوا من شرق امريكا الى كاليفورنيا بيدوروا على وظائف، والصور دي مؤثره. Jobless men keep going, we can't take care of our own. ما تدوروش على شغل عندنا، ما فيش شغل عندنا تدوروا. فالكساد الكبير طبعا ما بداش يتصلح الا ما جه فرانكلين روزفلت. فرانكلين روزفلت الحقيقه عمل اربع خمس حاجات بداوا يصلحوا الامور. اول حاجه قفل البنوك، لان كان في رن على البنوك والبنوك مش قادره تسدد اللي عليها، فعمل ناشونال بانك هوليدي عقبال ما عمل ريسكيو للبنوك. وبعدين بدأ صرف الحكومة with deficit financing، كان بيستمع لواحد اسمه كينز وقتها، كانت لسه حاجة جديدة قوي. و above all he restored confidence، يعني وقف وقال للشعب الأمريكي we have nothing to fear but fear itself وبتاع. فلأن في بيبقى فيه في الحاجات دي مش بس credit problem، بيبقى فيه أزمة ثقة في الانستتيوشنز وفي الحاجات دي. فهو اعاد بالايمج بتاعته القويه دي، اعاد الثقه تاني، وعمل فلاري اوف ليجيسليشن في اول 100 يوم، لدرجه ان حتى اصبحت دلوقتي يقول لك ال 100 دايز وات هاف يو اتشيفد ان يور فيرست 100 دايز معيارا باللي عمله روزفلت. ده الاندستريال افريج، ده الجريت ديبريشن بعد الكراش. هنا انتخاب روزفلت، بعدين نزل لغايه ما استلم الوايت هاوس في مارس، وبعدين بدأ بقى يصلح الأمور هنا شوية 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 لغاية ما وصلوا للحرب العالمية الثانية. دي الأزمة اللي حصلت في الداو جونز. عشان بس أقول لكم إن إحنا لو كنا وصلنا من 12,000 في 2007 ونزلنا تاني دلوقتي بقينا 8,000 وشوية هنا ما بين تقريبا هنا كده، كان أوريدي في الفترة الأخيرة في بعد الدوت كوم بوم نزلت شوية ورجعت تاني، نزلت شويه ورجعت تاني. ده كان الفيرست الكشن بتاع جورج بوش بعد بدا الريسيشن بتاعته من سنه 2001، الفيرست ريسيشن دي، وبعدين صلحت شويه. روزفلت بعد الحرب العالميه الثانيه عملوا طبعا مارشال بلان وصلحوا الامور في العالم، وبعدين للاسف جالنا ريغان وتاتشر، طلعوا بفكره ان governs best that governs least، وانه leave everything to the private sector. فكان في excessive reliance on the private sector، ده الكلام اللي شرحناه النهارده الصبح، ان في دور للحكومه مش بس في الريجوليشن، ما في دور اكتيفست للحكومه through fiscal and monetary policy عشان تقلل الامباكتس بتاعت السيكليكال بيهيفير. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي الصوره العالميه اصبحت في ايدين الولايات المتحده، وفرضت على العالم الايمج بتاعها اللي هو وقتها كان متاثر قوي بالريجانايتس. الجلوباليزيشن طبعا جابت بدورها تداخل وتشابك الدول كلها مع بعضها في مش بس في التريد، انما في ان ايفر فاستر ماركت، بحيث ان الكابيتال ماركتس اصبحت تتحرك تحركات كبيره جدا، تبيع وتشتري الاقتصاد الامريكي كله في اقل من اسبوع بهذا الحجم. يعني الفاينانشال ماركتس دي فور ماني ار ريلي اوت اوف كنترول، طبعا ده اللي احنا شايفينه النهارده انهم اوت اوف كنترول. انا شخصيا كتبت الكلام ده من 10 سنين وهبعت لكم صوره عنه بعدين. انما برضه القضيه اللي كنا بنتكلم فيها النهارده الصبح عن الغنى والفقر موجوده في كل الدول، ديبنينج
of the differences between the rich and the poor, the crushing burden, ورغم ال continuation بتاع ال prices والارتفاعات في البترول, energy continues consumption levels بتزيد كل سنة. وفي بقى في الانترناشنال ريليشنز كان في حاجه سموها الواشنطن كونسنسس, اللي كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والديبارتمنت تريجري في امريكا متفقين عليه بالنسبه للديت ستراكشرنج والماكرو بوليسي. ثلاث مؤسسات دي موجوده في واشنطن, عشان كده طبعا بيسموها الواشنطن كونسنسس. انما اساسا كانت اورثودوكسي جديده انه get the prices right, do the macro policy مظبوط, the rest will take care of itself. طبعا we know it's not correct, وانا كنت قلت لكم الماكرو بوليسي is necessary but not sufficient condition. لازم السيكتورال بوليسيز ولازم البروجيكتس ولازم حاجات كتيره ثانيه. الناس بتتصور بالغلط ان الاي ام اف is the central bank of central banks. It is not. This is the central bank for central banks, is the bank for international settlements, اللي هو اتعمل من الهيج اجريمنت سنه 30, والهيد كوارترز بتاعته في بازل, وفي مبنى بناه ماريو بوتا اللي جاء ادانا محاضره هنا في مكتبه اسكندريه. الاركيتكت بتاعهم يعني. It works very quietly, the meeting of the governors بتاعهم, ولا امن ولا غيره. شوف كده بيتصوروا مع بعض ولا حاجه, ولا حد عارف منهم الجافرنرز دول. ده ميت فور باي انيولي, فبيبقى عندهم اجتماعات عديده بيراوا الحاجات دي. الخلفيه اذا في واشنطن كونسنسس, في اكسبيرينس كسبناها من الجريت ديبريشن والتجربه بعد الحرب, في اورينتيشن توورز اكسسيف برايفت سيكتور من الريجن فاتشر ييرز, reinforced by the consensus, the Washington consensus. فايه الاوريجنز بقى بتاع الكرنت كرايسيس, وهل كان في warning signs ليها ولا لا؟ اول حاجه طبعا ان وول ستريت is the center of finance في العالم, وزي ما قلت لكم في يناير بعد ما رجعت من دافوس, انه على عكس ما الناس كانت بتقول نظريات اقتصاديه جديده ان العالم تغير وانه خلاص دلوقتي بقت الويت في الصين واوروبا ومش عارف ايه, وان حصل دي كابلينج وان امريكا لو انهارت هتنهار لوحدها. طبعا اتضح جدا دلوقتي انه لما بيحصل ازمه في وول ستريت العالم كله بيتاثر, ما بتفضلش في وول ستريت. انما الصوره دي مهمه لان فعلا الصين الشعبيه اصبحت اكبر كريديتور لامريكا. يعني على عكس ما هيتصور, امريكا بتستلف من الصين كميات كبيره جدا عشان الديفيسيت بتاعها. في موفي كان سهير هتجيب لي فيديو كليب منه, اساسا اتعمل سنه 87 اوريدي, سنه 87 فيلم عن وول ستريت, مايكل داجلاس يمثل فيه دور الرابيشس جريدي فينانسير جوردن جاكو, وفي صوره مشهوره بيعمل خطاب قدام الستوك هولدرز وبيقول لهم فيه جريد از جود. Actually he says greed for want of a better word is good. بيقول لهم ما فيش حاجه عيب ابدا الواحد يبقى جريدي, ودي حاجه هتبقى كويسه وبتجيب مصلحه عامه وما الى هذا. فبيمثل شخصيه سيئه جدا. وبعدين في الفيلم برضو ان هو he corrupts young man who ends up in jail, يعني بيستحوذه وبيخليه يشارك في المضاربات بتاعته اللي في السوق الى انها تنتهي. فيلم طبعا كان اثر كتير قوي, انما فعلا كان في شعور وقتها ان العمليه اصبحت بيوند كنترول وعايزه تصليح. اللي حصل حقيقي بقى, سيبكم من الفيلم مع ان دي صوره من الفيلم, ان اخترعوا نيو اند فيري كومبلكس فاينانشال انسترومنتس هاف بين انفنتد. الحكايه بدات بحاجه اسمها الديريفاتيفز. الديريفاتيفز دي اساسا الناس متعوده على انه يكون عندي ستوك, ده سهم في شركه, الشركه دي لها اكتيفيتيز معينه, واقدر اقيم الدور اللي بتقوم بيه واذا كان بتنجح ولا ما بتنجحش, بتكسب فلوس ولا بتخسر, اقدر اوصل للكونكلوجن. فبدلا من هذا الديريفاتيف باجي اتفق على ان ايه اللي هيحصل في ستوكس معينه, وبناء على كده بطلع بيبر. بيبر دي از نوت اتسلف
an asset, إنما it is based on the movement of other assets. That's why it's called a derivative. الديريفاتيفز طبعا احنا عارفين كلنا في الـ في الكالكولس الديريفاتيفز طبعا برضو ديلز وذ موشن فديلز وذ موشن. المشكله في الحاجات دي طبعا ان تقييمها والريجليشن بتاعها اصعب قوي. وايه مدى الريسك الواحد بياخده؟ احنا قلنا الريتنج ايجنسيز في السوبرفايزر لما كنا بنتكلم البنك المركزي بيسوبرفايزز البنوك. السكيورتي اكسشينج كوميشن سوبرفايزز الاسهم وفي البوند ريتنج والبوندز في الريتنج ايجنسي بتعمل ريتنج للكومبانيز اللي بتطلع البونز. انما مين هيقدر يعمل ريتنجز على الديريفاتيفز اللي هي نفسها مبنيه على التحركات الاكسبكتد ان ريليشن ما بين تو اندرلاينج ديفرنت بيبرز. فاوريدي بيكمز فيري ديفيكلت. وبعدين ايه القوانين اللي بتحكمها وايه مدى اهميه ظهورها على البالانس شيتس بتاعت المؤسسات اللي بتشتريها. دي كلها كانت اسئله كبيره في خلال فتره التسعينات و a whole new world emerged. منها مثلا السكندري مورجج سكيورتيز. فكره السكندري مورجج ماركت دي مهمه جدا. طبعا دي جزء كبير بدايه الازمه بدا منه. مورجج دي سهل قوي. مورجج ده از كولاترايزد لون. عايز تشتري بيت. انا لما اشتريت البيت بتاعي في امريكا مثلا لازم احط 20% داون من قيمه البيت. لو البيت مثلا ب 100,000 لازم احط 20,000 دولار كاش وبعدين ال 80,000 تتقسط على مده ما بين 15 ل 30 سنه بسعر ربح معين. وقيمه البيت كله مثلا ال 100,000 دي ما تبقاش اكتر من مرتين مرتبي كقاعدة عامة كده. يعني لو أنا مثلا مرتبي 100,000 يبقى أشتري بيت ب 200,000 ما أشتريش بيت بمليون ولازم أحط 20% داون. فكان المورجج ماركت كان ماشي كويس في أمريكا إنما it was reasonably secure. البنوك بتبص وبتطلب income statements وتشوف إيه المديونية بتاعت الواحد وبتقيم الواحد وبتقيم البروبرتي وبتطلب independent appraiser وبتشوف الابريزر وبتجيب ال 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 الفاليو بتاع الاندبندنت ابريزر وتشوف هاو ماتش بوت داون وتشوف الانكم بتاعك قد ايه وتقول اه فعلا هذا الشخص يقدر يتحمل القسط اللي ماشي على المورجج. وده فعلا سمح لعدد كبير جدا من الناس انهم يشتروا بيوت في امريكا وكانت ملكيه البيوت في امريكا اعلى منها في اي حته ثانيه. جت مؤسستين لهم دور اساسي في الحكايه دي سمعتوا عنهم ضروري فاني ماي وفريدي ماك. اف ان ام اي فيدرال ناشونال مورجج اسوسيشن فاني ماي بس هي اف ان ام اي. ودول مؤسستين ذات وير كوميشند باي كونجرس. والفكره انهم المفروض انهم برايفت سيكتور انما دي وير كوميشند باي كونجرس فالناس كلها متقلهم انها they are a federally guaranteed body. شغلتهم كانت انهم يشجعوا البنوك انهم يوسعوا المورجج على الناس الافقر شويه. فقالوا طيب احنا هناخد الريسك بتاعكم. فطلعت الفكره الغريبه جدا which is very bad انه قال طيب بدل ما تدفع 20% داون ونقسط ال 80% وان ال 100% ما تزيدش عن ضعف الدخل بتاعك از بروفن ومش عارف ايه وايه وايه. قال طب ما تحط 10% داون وتاخد 90 وبدل ما يبقى 200% يبقى 300% وبعدين 400% و500% من الانكم بتاعك وهنديك فاريبل ريت وبعدين ال 90% نزلت ل 5% وبعدين نزلت ل 0% داون وبقت هيصة اي حد في الدنيا يقدر يشتري بيت. ثانيا لان الاسعار كانت في ارتفاع شبه مستمر وهنشوف جراف بتاع الاسعار بعد شوية ترتب على كده ان كل واحد عنده تندنس يقولك انا اشتري اغلى بيت. يعني لو انا اقدر اشتري مثلا بيت ب 300,000 وهدفع 50 بس وادفع واستلف 250,000 اشتري 300,000 لانه بعد سنتين ثلاثه هيبقى قيمته 500,000 ومأجي ابيعه وادفع المورجج ويبقى كسبت 250,000. فالناس بدات تضغط
upward prices على طول, في pressure على upward prices. البنوك بتاخد المورجيجز دي, بعضها في مورجيجز كويسة, المورجيجز القديمة اللي زي وامثال اللي دفعوها من 25 سنة, المورجيجز دي كلها اللي كانت ماشية على نظام البنوك بتعمل فيه evaluation للproperty وللشخص وللريسك والحاجات دي كلها, ومورجيجز سيئة. فطلعوا بفكرة, قالك طيب اول حاجة نعملها عشان انا كبنك سلفت فلوس كتير في المورجيجز دي, اني ابيع المورجيج ده لحد تاني. فانا اقول لك طيب هديك المورجيج وابيعه لك كاش وتاخد انت 7% او 8% اللي طالعه منه كانه جارانتيد, والجارانتي هيجي من فاني ماي وفريدي ماك. فدي بتسمح لي انا كبنك ان انا ايه ازيح جزء من الريسك اللي عندي. طلع بقى تفتت الى الاذهان بتاعت الناس, انا لو اخدت المورجيجز وجمعتهم وعملت محفظة فيها مثلا 10,000 مورجيج, وبعدين قلت لكم on average المحفظة دي لو البيت مثلا ب100,000 يبقى هي بقت بمليار, بس قيمتها مليار, والافريج ريتيرن اون ذا لون از 7%. فانا دلوقتي عندي محفظة بقت مليار وبتدي 7%, فاي ويل سلايس ات وابيع لكم سكندري رايتس. فانت وقتها بقى ما بتشتريش مورجج بعينه, بتشتري سهم في بول اوف مورججز. يعني نعم, لا ما المحفظه دي انا بعملها كبول, والبول دي بحط بعد ما بحطها ببيعها للناس, فببيع للناس اي سلايس اوف the mortgage pie. البنك اللي عمل المورجج. الظريف بقى في الحكايه دي جدا ان اخلط الباد مورججز مع الجود مورججز, تخش كلها في عجينه كبيره كده بحيث ما حدش يعرف بقى. ما هو المليار ده يمكن في 10% باد مورججز, في 5%, في 30%, هو نوز. يعني المورجج دي صعبه, عايز واحد يرجع بقى على كل بيت يشوف كل بيت ده فيه ايه. السكندري مورجج ماركت دي بقى زودت الليكويديتي جدا. يعني دلوقتي بدل ما انا ماي الفلوس بتاعتي كبنك ار تايد اب بالمورججز اللي انا دفعتها فعلا وعمال احصل فيها على 20 سنه وعلى بتاع مش عارف ايه, لا انا ببيعها على طول, جالي نيو كاش, النيو كاش ده اقدر اسلفه تاني واعمل نيو بول وابيعها تاني. لعبه حلوه قوي. الليكويديتي الزياده ده هي والديماند بتاعها ادى الى ان السكيورتيز ماركت اكسبلودد, البرايسز اوف هاوزنج وينت واي اب انتو ا بابل, والكولابس بتاع البابل ده هو اللي بدا الازمه اللي احنا فيها. فالسكندري مورجج سكيورتيز دي اصبحت جزء من الازمه اللي احنا فيها. الديريفاتيفز اوريدي ستارتد بيفور ذات. في حاجه ثانيه بقى, السوابس والهيدج فاندز دي مهمه قوي. السوابس دي جت من فكرة ان انا مثلا بحتاج اعمل هيدجينج. انا كشركة شغلي معتمد على energy prices مثلا, حاجة زي كده. I'm worried about the increase of energy prices, عامل مشروع في الحتة دي, فاخد insurance ضده by taking a hedge against الاسعار بتاعته هتزيد ولا تقل بنسبة معينة. زي بقى حد يدفع انشورنس لو حصل لي حاجه هيبقى هقدر اخد اللون ده. فطلعت الفكره, قالوا طيب انا بقى بعمل هيدجنج, انا سلفت فلوس لهدى الميقاتي بس مش ضامن ان هدى هترجعها لي, فاروح ليحيى منصور اقول له اديني انشورنس انا هدفع لك 1000 دلوقتي, ان كيس هدى دازنت باي مي يو باي مي. فايتس لايك انشورنس. فقال طيب. فالناس بقى اللي بدأت تستلف وتسلف بدأت تعمل عملية الهيدجينج أو السوابينج بتاع دي, بالذات بتخش في الانترست ريتس والكرنسي تشينجز. لو أنا عندي تعاملات بعملات معينة ومش عايز أبقى اكسبوزد كلها لعملات واحدة بس, زي ما شفتم في العلاقة ما بين الدولار واليورو مثلا, شركة زي ايرباص
هل هتلاقي مرة واحدة أسعارها ارتفعت 40% ضد شركة بوينج؟ بيعملوا هيدجينج وبيعملوا سوابس وبيوزعوا السبلايرز بتوعهم بحيث ان الكوستس ما تبقاش كلها ان سنجل كرنسي. فالهيدجينج ده والسوابس المبادلات بدأت تتعمل، بدل ما تبقى برضو زي حكاية المورجج، بدل ما تبقى اوبريشن باي اوبريشن، جالك ناس قال انا بقى متخصص بتاع هيدجينج، فانت عايز تعمل هيدجينج تعالى لي وانا بعمل هيدجينج، وشغلتي نلم فلوس من الناس واعمل هيدج فاند. في قبل كده ميوتشوال فاندز اللي هي شركات توظيف الاموال، ميوتشوال فاندز موجوده، بس الهيدج فاندز بقى بتشتغل على فكره ان انت يو ار جامبلينج اون ويذر اور نوت اذر بيبل ويل باي اور نوت ريباي، وذا ورست كايند اوف ذس زي ما هنشوف بعد شويه اللي هو الكريديت ديفولت سوابس. الكريديت ديفولت سوابس ده جزء بقى من حكايه الهيدجنج في السوابس دي، جايه من ان انا اقول اني اي ثينك ان اي ام ات ريسك، سلفت فلان فلوس مش ضامن انه هيرجعها لي، فانا هدفع انشورنس قصاد حد بيدفع لي الانشورنس. انما this is not an institution، لان الماركت ده is totally unregulated، مش موجود ومحدش عارف ايه اللي بيحصل فيه. فالماركت ده exploded، زاد جدا، وفي ثلاث اخطاء حصلوا. الخطأ الاولاني هو ان انا كنت متوقع ان اللي يطلب الهيدجينج ده يبقى مجرد واحد اللي هو exposed، انا سلفت حد وعايز احمي نفسي. انما في واحد ثالث خالص يقول لي انا في رايي ان هي از جوينج تو ديفولت، فانا مولينج تو بيت ذات هي از جوينج تو ديفولت. واحد ثاني يقول لا از نوت جوينج تو ديفولت. واللي ماسك العمليه دي اصبح زي البوكي، هو مش همه، لانه بياخد الفلوس، ياخد ال1000 على انه هيدفع ال10000 فيما بعد، يقول لك وماله؟ في اللي هيراهن انه هيدفع، وفي اللي هيراهن انه مش هيدفع، وانا هعمل مقص ما بين الاثنين وهطلع منها بالعمليه دي. في مشكلتين في الحكايه دي، غير ان الانستتيوشنز اللي قامت بالعمليه دي وير نوت ريجوليتد، لانهم خارج الماركت خالص وخارج البنوك. تو رونج بروبلمز. ذا فيرست از انه ات ابلايز ا كونسبت اوف انشورنس. الانشورنس از بيزد اون ان اكتواريال ستاتستيكال ريليشن شيب. يعني انا بدي تامينات، بعمل شركه تامين على ال مثلا ضد حادثه عربيات. حد عمل حادثه هنا مش معناتها ان فلان ده هيعمل حادثه هنا. فانا بمشي على probability distribution بالنسبه للpopulation كلها. بشوف الناس مثلا تامين على الحياه. بشوف الناس الايج بروفايل بتاعهم ايه والريسك فاكتورز بتاعتهم ايه، وبحسب اكتواريال بيسس وفاه فلان ما بتاثرش على وفاه فلان. هنا الماركت ده لا، لما يبتدي واحد واثنين وثلاثه ديفولت بيعملوا ديفولتس في التانيين، كل الديفولت ما هياش اندبندنت. فابلاينج ان انشورنس بيسس على كريدت ديفولت سيستم از رونج. كريدت ديفولت سيستم متشابك، الانشورنس سيستم مبني على اساس ان الايفنتس اللي بتعامل معها ار ان ريليتد، ار اندبندنت ايفنتس ان ستاتستيكال بارلنس يعني. فدي الغلطه. الغلطه الثانيه بقى اللي حصلت غير الانشورنس ابلكيشن دي، ان المؤسسات اللي عملت الحكايه دي ان كولاترلايزد، يعني ما عندهاش فلوس من نفسها. ده واحد بياخد فلوس من هنا ومن هنا، هو مش همه ليه؟ لانه بياخد الفلوس اتس اول انكمينج، وبعد كده بقى يبقى حلها الكريم. الناس اللي بتدفع الفلوس بدات الاول تدفع الفلوس على اساس ان دي حاجه جميله جدا بتسمح لي ان انا اشيل الريسك فاكتورز من البالانس شيت بتاعي. ليه؟ دكتور سعيد الدقاق عارف، كل مره بنحضر الحسابات بتاعت المكتبه لازم نطلب منه جواب، نقول اكسبكتيشن بتاعتنا في القضايا اللي موجوده ضدنا ان احنا هندفع ولا مش هندفع، ونحط قد ايه، ولازم نحط قد ايه على جنب. لما بعمل ايفالويشن للبورتفوليو اوف لونز المفروض اقول ان عندي نسبه
20% أو 5% باد لونز لازم أحط احتياطي قصاده، أشيل الاحتياطي ده بيقلل أرباح بتاعتي. فأنا لو أقدر أشيل الريسك، أنا عندي كل حاجة عندي إسكلي، ما عنديش ريسكس، كل ريسكس ببيعها لأن بشتري إنشورنس قصادها، فمقابل كده مش محتاج أحط احتياطي، فالربح بتاعي بيزيد، فأنا أخد فلوس زيادة. فدي طبعا الحكاية دي عجبت ناس كتير جدا. زاد الطين بلة بقى انه دخل في العملية كمان ثيرد بارتيز، يعني زي مثلا صلاح سليمان يشتري تأمين ضد انه يعمل حادثة في العربية بتاعته، فير، هو بيشتري تأمين حادثة، وما انا اجي اقول ايه، طب انا مستعد ان اشتري على انه هيعمل حادثة، او حد يقول انا هشتري على انه مش هيعمل حادثة، واحد تاني totally ثيرد بارتي. فالانفستمنتس دي بقى اعتبروها انفستمنتس وزودت على الاكسبوجرز بتاعت الماركت ده. فازاي حصل الكلام ده؟ لان مع البوش ادمنستريشن جه ريتيرن بعد الثمان سنين بتوع كلينتون، في عوده الى الريجانايت ساتش رايت بوليسي اوف دي ريجوليشن دي ريجوليشن دي ريجوليشن، سيبوا القطاع الخاص يشتغل، ما تدخلوش في القطاع الخاص. وتحول إذن العملية في وول ستريت إلى أنها تزريلي كازينو منتاليتي، يعني الكريدت ديفولت سوابس والديريفيتيفز والحاجات دي أصبحت مضاربات، مضاربات حصل لها يعني ديفورس كامل من الأندرلاينج رياليتي. يعني أنا الناس بضرب في البورصة، لا، البورصة كستوكس انا بقيم شركه، بقيم فورد موتور كومباني، بقيم مايكروسوفت، بقيم بشتري اسهم بتاع شركات حقيقيه. اللي حصل في الانسترومنتس دي انها خلاص اصبحت توتالي ديفورست من الاندرلاينج رياليتي بتاعتها، وبقت مضاربات ماشيه كده من غير اي لينك بالحقيقه، وزادت جدا. انا شخصيا كتبت مقاله اسمها تيمينج ذا وايلد ماركتس سنه 98، وقلت الفرق فيها ما بين فري ماركتس وكومبيتيتيف ماركتس، هبعتها لكم جميعا لو انتم عايزين. وقلت ان احنا محتاجين ريجوليشنز، الفكره ان الريجوليشنز تبقى انيبلنج مش ستايفلنج، ده عندنا احنا في مصر ريجوليشنز ار ستايفلنج، 15 امضى عشان تحصل على اي حاجه، لا، احنا عايزين ريجوليشنز بحيث يبقى فيه رقابه وشفافيه والواحد يعرف ايه اللي بيحصل. الحقيقه الان جرينسبان اتضح طبعا ان هو فتره طويله كان من ايام اخر ريجن اوائل بوش الاب الى اول فتره لبوش الابن كان هو رئيس البنك المركزي الامريكي، وهو الحقيقه هي فيل تو سوبرفايز اور تو وورن، وبصفه خاصه الفرق ما بين انفستمنت بانكس وكوميرشال بانكس. الكوميرشال بانكس ار لارجلي ريجوليتد، والريجوليشن بتاعتهم اشتدت حتى في الثمانينات ايام ريجن بعد الفيلير بتاع الدين او الديت كرايسيس بتاع المكسيك والبرازيل اللي كان فجر قضيه المديونيه بتاعت الدول الناميه، وبدات الحكايه المراجعه بتاعت البالانس شيت بتاع البنوك التجاريه انها تتربط في الحكايه دي. انما الانفستمنت بانكس زي جولدمان ساكس، زي ليمان براذرز، بير ستيرنز، ماري لينش كانوا بيشتغلوا بر السيستم اوف ريجوليشن بتاع الكوميرشال بانكس. كان المفروض لسه بما انهم لسه بانكس كان المفروض ان جرين سبان شود هاف ريجوليتد ذم، هي ديدنت. وبعدين التيم بتاع بوش بقى كانوا فيري اجريسيف دي ريجوليترز في النص الثاني من الفتره بتاعته من 2004 الى 2007، سابوا العمليه تفك خالص، لدرجه مثلا ان فريدي ماك زود 40% من البورتفوليو بتاعه في الثلاث سنين دول. اشتغل بقى له 25 سنه زودهم في ثلاث سنين. وبقى التوتالي دي ريجوليتد ماركت ما حدش عارف ايه اللي بيحصل فيه اللي هو الكريدت ديفولت سوابس. عشان تعرفوا بقى الكريدت ديفولت سوابس، ادي اللي حصل في الكريدت ديفولت سوابس. الماركت بدا سنه 2001 with a mere $900 billion، تضاعف كل سنة، وصل إلى 62 ألف مليار دولار.
نزل في بداية السنة دي إلى 54.5 تريليون دولار. ده to tell you how much that is, is that trillion with a T? Yes, it is trillion with a T. It is the credit default swaps outstanding are more than the entire GDP of the whole world. ادي الفاليو بتاع كل الستوكس اوف ذا نيويورك ستوك اكسشينج، ادي اليو اس جي دي بي جي بتاع امريكا، وادي اليو اس ناشونال ديت، كلهم على بعض 50 تريليون. العالم كله 54 تريليون، والكريدت ديفولت سوابس حتى بعد ما نزلت از 54.6 تريليون دولار. In a totally deregulated market, nobody knows anything about it. مش كده، ما حدش عارف بالظبط ايه اللي في السوابس دي، لانها اهميه الريجوليشن مش بس الاوفرسايت، انما it forces people to report. يعني انا عندي proper regulation، المفروض انا بقدم حسابات. احنا في المكتبه بنقدم حسابات كل سنه، بنقفل السنه الماليه وبنقدم حساباتنا، وفي مراجع خارجي، وفي جهاز مركزي للمحاسبات بيراجع علينا. فالمراجعة مش بس في ان في مراجعة، دي حاجة كويسة، انما it forces you to keep your papers and your books، وتقدم حسابات بشكل واضح. ال unregulated ده ما حدش عارف يحصل فيه ايه، وخصوصا احنا النهاردة العالم كله متداخل مع بعضه. مش عارف بقى ده طالع من اكاونت في الكيمان ايلاندز، وده طالع من الجيرزي ايلاند في الشانل بتاع انجلترا، وده وموناكو ومش عارف ايه، وحاجات كلها متداخلة مع بعضها في الساحة الدولية، ومش تابعة لأي ريجوليشن في أي حتة، مع أنه مفروض أن كان يبقى في سم ريجوليشن اللي حصل. دلوقتي إيه اللي حصل في الحكاية دي بقى؟ تفتكروا طبعا لما عملنا المحاضرات بتاعتنا على الفاينانسينج قضية الليفريج، وقلت لكم this was our discussion on debt and leverage, why debt is a problem. أنه return on investment is a very important measure. Investment can be leveraged by debt. يعني اديتكم example هنا، ادي عملت شركة عملت investment at purchase ب 400 و at sale ب 600، ال increase in value 200، يبقى كسبت 50% على ال 400 بتاعتها. دلوقتي لو نفس الشركة دي حطت 100 من عندها واستلفت 300 وباعت ب 600، الانكريس ان فاليو از 200، بس ال 200 ده محسوب ضد ايه؟ ضد ال 100 دي، فانا دلوقتي كسبت 200% بعد ما كانت 50%، تضاعف الربح بتاعي 4 مرات بالليفرج. بس لو حصل بقى العكس، the enormous increase ده is due to leverage which is created by debt financing. انما لو ماشي بالعكس برضه نفس الكيس، 400 ماي اون كابيتال 400، بعته ب 200 خسرت 200، خسرت 50% من الكابيتال بتاعي، بس I still survive. On the other hand لو عملته ماي اون كابيتال 100 واستلفت 300 وخسرت عليه 200، suddenly I'm out 200%، I'm bankrupt. فاز لونج از يو ار جوينج اب، الليفرج ده بيزود الارباح جدا. The moment you start going down بيزود الخساره جدا. ناس كتير جدا دخلت في السوق داين، وطبعا كلها بتشتغل وبينسوا ان الليفرج works both ways. This is unrelated to the nature of the investment. بيوت، شركات، اسهم، مكن، whatever. اراضي، it's all the same. Leverage is an issue, leverage. فالcontinuing policy failures in Washington أدت إلى أن الcredit crisis indicators، أنا بتكلم هنا هوت، أنه بيزيد، وdespite بداية تدخلات الفيد ما بينزلش. دول اللي هما الindicators basis points الناس تدفعها على risk factor. يعني زي ما كنت بقول شريف محي الدين عنده شركة مش كويسة قوي، مش ضامن الإدارة بتاعته، فبيدفع 12% عشان ياخد سند. تقول مجدي عنده سند ممتاز، شركة ممتازة، يدفع 5% بس. الديفرنس ده از الريسك فاكتور، الريسك فاكتور عمال يزيد. ده من سنة 2006، ده كوبي رايت هنا 2006، تنبؤ باللي هيحصل.
انه هيحصل انفليشن، انترست ريتس ويل رايز، المورجز ويل بي الفاريبل ريتس بتاعتها هتزيد، دي ويل بي انيبل تو باي، هيحصل اكستراكشن للايكويتي، هيحصل فوركلوجر، الهاوزنج برايسز هتنهار، بورتفوليوز هتنهار، الديت بتاعت البنوك هتتكشف. السي دي اس ماركت واز ستيل جوينج اون، كل الكلام ده احنا بنتكلم على 2005 2006 2007 طول طالع مالي ولا سائلين في الكلام ده شغال. ادي اللي حصل في الهاوزنج ماركت اللي كنا حكيناه في الاول، انه مع زياده الليكويديتي وتوسع في السلفيات بتاعت البنوك سعر العقارات زاد زياده كبيره جدا. سعر العقارات زاد تقريبا 100% في الفتره الاخيره دي. ما بين مثلا 98 الى 2006 2007 زاد 100%. فالناس كانت ده جاي نتيجه لايه؟ لان كله بيقدر يشتري ليكويد، وانا بنك واقول لك خلاص حط 10 حط 5% واديك 300,000 بدل 100,000 وهكذا. فالناس بقت تشتري الحاجات دي فزادت الاسعار. وانيفيتابلي زي ما بيحصل مع الحاجات دي ات سام بوينت ذا بابل بيرستس وانهار الكوارتر بتاع الاسعار بتاعت الهاوزنج بابل، وطبعا بدات الفور كلوجرز والديفولتس، الديفولتس على المورجيجز، البنوك بقى حاولت انها تسترد البيوت، فالبيوت بقى تعمل فور كلوجر وتطرد الناس مش عارفه تبيع البيوت لان الماركت از جوينج داون، فالتيل سبين في البرايسز انكريسز، ابتدي اعمل فور كلوجرز هنا كده، ابتدي بعد شويه مش قادر ابيع البيوت عندي، فالاسعار بتاعتها في بيوت مطروحه كتير مش محدش عايز يشتريها لان الفلوس شحت مره واحده، وفي نفس الوقت انا كبنك اخدت عقار وطردت اللي ساكن فيه عايز ابيعه باي ثمن عشان استرد حاجه، فبتنازل عن الثمن فالسعر بينحدر، فالبابل بيرست ده اللي حصل اللي احنا فيه دلوقتي. فالحكايه دي بدات بالتوكسيك مورجج لونز، زي ما تقدروا تشوفوا هنا اهوت ان الحكايه دي بدات من 2007 تقريبا، 2006 2007 بدات تزيد، دول الاول لونز والديلينكونت لونز، وفعلا الديلينكونت لونز طالعه بصوره عاليه جدا بتؤدي الى ان بالتالي في انورمس كونسيرن على البورتفوليوز اللي موجوده دهن والجارانتيز اللي موجوده فيها. فدي الخلفيه بتاعت الكرايسس. ايه اللي حصل بقى في الكرايسس؟ كان في الورنينج ساينز بدات، السب برايم لندرز اندكس بداوا يقولوا حاسبه، الداو جونز هوم بيلدر اندكس طبط وبدا يتنازل شويه تقهقر، اس ان بي ستاندرد اند بور دول برضه ريتنج ايجنسي زي موديز وبتاع بقى حطوا الطب بتاعهم هنا 2005، وبعدين هنا هو بدات الاسعار تقف في فلوريدا، وبعدين هنا بقى بدات المورجج ديريفيتيف انتكس بدا يبتدي ينزل من بعد نوفمبر 2006 2007 بدا ينزل، بانكينج اندكس توبس ابتدى ينزل، وبعدين هنا هوت بن برنانكي بقى ده اللي حل محل الان جرينسبان كمحافظ البنك المركزي في امريكا، واعلن انه خلاص السب برايم ده هيقدر ويل بي كونتيند، انما ات واز نوت كونتيند، وبير ستيرنز عمل هيدج فاندز كولابس بتاعتهم، وبير ستيرنز ون اوف ذا بيج فيرمز، فا ات هاد تو بي بيرشز. وبعدين بدا بقى حصل بنك ران على حاجات مختلفه، نورثرن روك ده في انجلترا، اس ان بي 500 هنقعد بدأوا انهم ينحدروا من بعد نوفمبر 2007. البنك المركزي عمل ايه؟ عمل تيرم اوكشن فاسيليتي تو سبورت بانكس، وبدأ يعمل ايه اللي قلناه هنعمل ايه في الايزي ماني والهارد ماني؟ ان الليكويديتي كرايسيس هنعمل ايه؟ ايزي ماني. فبدأ ينزل سعر الفايده بتاعه، نزله 25 basis points يعني ربع في المية. البانكينج ريزيرف ستارت جوينج نيجاتيف والفوركلوجرز ان 207 الفيد كاتس 1 اند كوارتر بوينتس. فالكونسيومر اندكس ستيل كونتينيوز تو فول ذا لوست ان 15 ييرز. فبدات الازمه بقى تبان بشكل كبير جدا، بدات صور زي دي تظهر اللي هي صورة الناس اللي واقفين في unemployment queue والbread lines قدام صورة the world's highest richest standard of living.
فبدأت الناس تنتقد وتنتقد السياسيين بتوع البوش ادمنستريشن اللي بيقولوا there is no recession, we're just on a bit of a downturn, let's talk about the good news instead. فالراجل بيقول كده وجايين بقى من هنا هيكلبشوا عليه باعتباره طبعا انه مجنون انه يقول هذا الكلام مع بداية الصور اللي بدأت تبان. الحقيقة كلكم مش ضروري شفتوا الماجيشنز اللي بيعملوا الرينجز دول سوا. احنا فعلا دلوقتي عشان نفهم الازمه دي، الازمه دي مكونه من ثلاثه رينجز متداخله. ثلاثه رينجز المتداخله دي في كرايسيس اوف اسيتس اللي هي السب برايم لونز اللي هي المورجج لونز الفسدانه اللي حصلت في الاول دي، زائد الحاجات اللي هي بيورلي ورقيه زي الكريدت ديفولت سوابس دي اللي ملهاش اي هوكينج ان ريل فاليو، زائد في كرايسيس اوف كريدت لان زي ما هنشوف البنوك بطلت تسلف، وجزء من السبب اللي البنوك بطلت تسلف ما هوش الابسنس اوف ليكويديتي، هو الكرايسيس اوف كونفيدنس، وده الثالث. لو تفتكروا لما وريتكم الصور من شويه قلت لكم ان من اهم حاجات عملها فرانكلين روزفلت انه هي ريتيرند كونفيدنس تو ذا بيبل، حتى صورته المشهوره بالسيجاره بتاعته دهين والبورنيطه كان منظره كده سو كونفيدنت بيقول للناس كلها we're going to turn around where he seemed to be doing things. فرجع الثقة، ودي المهم قوي الثقة. ليه بقى؟ لأن المشكلة إن رغم إن البنوك ودي حتى ما بانتش قدام الجمهور، لأن البنوك المركزية بتشتغل بينها وبين بعضها من سكات. البنك المركزي الأمريكي فد حط 620 مليار دولار للبنوك المركزية الأخرى عشان يرشوا ليكويديتي، غير إنه زود ليكويديتي جامدة جدا about over 1 trillion dollars من عنده من البالانس شيت بتاعه. ال 700 مليار اتعرفت لان دي كان التريجري اللي هو وزاره الماليه اضطرت تروح البرلمان عشان تاخد موافقه البرلمان. حاجات تانية كل فلوس تانية اتحطت من سكات كده من غير ما، بس الناس اللي في طبعا في الفاينانشال سيستم عارفينه بيتابعوا اللي بيحصل. ففي كرايسيس اوف كونفيدنس، كرايسيس اوف كريدت، وكرايسيس اوف اسيت. نتيجة الكرايسيس اوف كونفيدنس ان حتى مع وجود ليكويديتي انا عندي فلوس، عندي 100 مليون، تيجي رحاب تقول لي سلفني 50 مليون النهارده عشان انا محتاج البنك بتاعي محتاج، لا لا مش ضامن، البنك ده كود جو بانكربت. ادينا شفنا بير ستيرنز، ادينا شفنا ليمان براذرز، ايش ضمني؟ اديكي 100 مليون النهارده وبعدين مش هاخدهم ازاي؟ لقينا السبريد بيقل يقل يقل عدد الايام، يعني الاوفر نايت ريتس والناس تستلف ليوم وثلاث ايام واربع ايام، انما ما حدش بيسلف حد ثلاث اشهر. Which is normally considered يعني short term loans are between 1 and 3 months يعني. فكله وصل الى a very high peak of lack of confidence. ادي المثل بتاعه، هنا بنشوف الريتس. في حاجه بقى اسمها لايبور. LIBOR دي it's the London Interbank Offered Rate. It's a daily rate that is fixed between the banks. البنوك بينها وبين بعضها زي ما انتم عارفين، زي قلت لكم في المحاضرة الأولى، إن البنوك مش بس تحت supervision of the central bank، إنما central bank is the lender of last resort. Last resort يعني معناتها البنك مزنوق وما فيش حد تاني هيسلفه. إنما عامة البنوك بتسلف بعضها عشان تمشي حالها، الليكويديتي بتاعتها يبقى ماشي طول النهار، بيسلفوا بعض وبياخدوا من بعض، والريت ده از لايبور. ولذلك قروض كتيره جدا لما تبقى نيجوشيتد يقول لك لايبور بلس 1%، لايبور بلس 2%، وات ايفر ذا لايبور ريت ويل بي، هديك عليه 2% ويل بي يور ريت اور 3% اند سو اون. فلايبور ده از فيري امبورتنت. اللي حصل بقى في الازمه بتاعتنا زي ما احنا شايفين في سبتمبر، ادي ده الاوفر نايت ريت. اوفر نايت ريت يعني ده سلفني يوم واحد، يوم واحد I'll pay you back tomorrow. ذات الريت بتاعي اللي كان نزل، نزل ليه بقى؟ الفيد فاندز قعدوا ينزلوا 0.25% فنزلوا الريتس بتاعتهم. لما بينزلوا الريتس بتاعتهم نورمالي الليبر از اباوت 0.2 اور 0.25 برسنتج بوينتس اباف الفيد ريت. فكان نازل زي ما انتم شايفينه هنا، وبعدين بطل ينزل، استابيلايزد ثلاث اشهر، وبعد ثلاث اشهر وقفت خالص، ما حدش بيدي ثلاث اشهر، والاوفر نايت شوت اب
رغم ان الفيد ريت مثلا حوالي 2% شوت اب ل 6% 7% 6.5%. ليه؟ لان ما حدش عايز يسلف حد. ده بقى از ذا كرايسيس اوف كونفيدنس. هم الاول اتهيأ لهم ان ده ليكويديتي فغرقوا السوق ب بلنتي اوف ماني. بس اللي حصل everybody wants to hoard الماني بتاعتهم، مش عايزين يسلفوا الناس الثانيه، لان انا خايف لو سلفت الناس الثانيه they will go bankrupt. ليه؟ لان ضاعت الشفافيه بتاعت البالانس شيتس بتاعت الناس دي، ومفيش ريجوليشن، مفيش ريجوليترز يقدروا يطمنوني ايه الكواليتي بتاعت المؤسسات اللي بتعامل معاها. فنتيجه لكده بقى زي ما انتم شايفين الاوفر نايت ريت، فاللعيبه بقى شايفين السبايك اللي حصل دي واضحه جدا ان جزء كبير من الازمه اللي هو كرايسيس اوف كونفيدنس. I'll pay you back tomorrow زي ما بيقولوا. ده بقى 1 to 4 days, 5 to 9 days, 10 days or more. This is the ongoing pattern في 2008. جينا على سبتمبر ال 10 days or more ده شبه اختفى. وبعدين كله شوت اب اوفر نايت ريت وعلى هيوج برسنتج زاد جدا الحاجات دي، لان ما حدش دلوقتي بياخد لونج تيرم لونز خالص، فزادت ما فيش اللونج تيرم لونز، هنا وقفت خالص. بقت كلها شورت تيرم لونز، شورت تيرم لونز طلعت كده اهو. هنا بدت شويه تاني، بس هي اساسا ات ستيل ان اوفر نايت ريت. ما حدش وانتس تو تراست اني بودي ايلس. كرايسيس اوف كونفيدنس شوز اب ان ذا ان ويلنجنس تو لاند سمبودي اون ميديم تيرم اور ايفن ريلاتيفلي شورت تيرم اور فيو مانس. ايه بقى اللي حاصل بقى؟ الكرايسيس بوينتس بقى دي اللي هو اللي بيطلبه السوق كاكسترا على الافيلبل ريتس. فالنسبه بتزيد طبعا كل ما الواحد بيبقى خايف كل ما بتزيد. فادي الكولابس بتاع بير ستيرنز، فلما حصل البير ستيرنز باي اوت نزلت شويه وبعدين طلعت تاني. فاني ماي وفريدي ماك بداوا كاور ات بيج ريسك، فراحوا بعد ما الحكومه جارانتيد ذم نزلت شويه، انما زادت تاني. ليمان براذرز، ماري لينش، اي اي جي، كل ده بقى مزود الريتس كلها. ف there is no money رغم الليكويديتي اللي موجوده، حاطين 620 مليار دولار زياده كليكويد ماني افيلبل. مفيش حد wants to take it. It's not available. And what is available is very expensive. 4-5 percentage points above the Fed rate. فall of a sudden, رغم ان في liquidity, في tightening في الكريدت. You can't get credit. Now this is بقى the beginning of a disaster. ده بقى الجلطة. You can't get credit, الدم بطل يمشي في الجسم. You can't get credit, مش قادر اتنفس. النفس زي ما قلنا it's like breathing and like the blood circulation. الاقتصاد بدا ايه يحس على طول بالازمه دي. فيدرال ريزيرف قبل ما يروح للكونجرس عملوا بقى كرياتيفيتي زي ما بيقول لك ريتشز اتس ليميتس. البالانس شيت بتاع الفيدرال ريزيرف بالتريليون دولارز بتاعته، توتال اسيتس بتاعته عامه ات يوز تو هولد تريجري سكيورتيز، انخفض تريجري سكيورتيز دلوقتي بقت كلها other debt. فنرجع تاني بقى نراجع the steps of the crisis to how we got where we are. The housing bubble bursts. الاسعار اللي ارتفعت قوي ده هي بعد ما الناس بدات تبقى في foreclosures انخفضت جدا. foreclosures بتترمي على السوق، مفيش اسعار، مفيش حد بيشتري، الكريدت بيقل at the same time. يقول ان classic bubble bursting. bubble bursting. اسعار بتنخفض، يبقى الكولابس، انفسترز بايل انتو ذا كولاترايزد ديت اوبليجيشنز اللي هي دي اللي هي كانت مضمونه من فريدي ماك وفاني ماي والجماعه دول، وبعدين they were rated AA and AAA and were considered as safe as government securities لان الحكومه وراها. In fact it doesn't work لانه الشركات نفسها بدات تستلف عشان تصلح الوضع البورتفوليو بتاعها بانها تشتري جارانتيد سكيورتيز. حصل لهم طبعا ليفرج. ليفرج زي ما قلنا تكون مستلف اتس اوكي اف ثينجز ار جوينج اب، اتس دبلي باد اف ات جوز داون. حصل المورجج كولابس والفوركلوجر بشكل كبير جدا بقى زي ما حصل. ففاينانس توك ذا نكست هيت ان البنوك المكشوفه ار ان ايبل تو سيرفيس ذير ديتس. الانفستمنت بانكس مايت تيك رايت داونز اند ريز كابيتال.
لان دلوقتي الفلوس اللي ما كانوش بيحطوها على بيجنبوها على جنب كاحتياطي عشان الازمات اللي عندهم طلبوا بيها مش موجودة عندهم، فهم نفسهم اما انهم هيقدروا يجيبوا فلوس مش قادرين يجيبوا كريدت، حاولوا يبيعوا اسهم مش قادرين يبيعوا اسهم. فاللي حصل ان البيج بانكس البيج انفستمنت بانكس كلها يا اما اشتريتها كوميرشال بانكس يا اما وينت بانكربت، اللي حصل مع ليمان برادرز وبير ستيرنز. بولسون نفسه اللي هو وزير الماليه الامريكاني حاليا هو كان من كان تشيف اكزيكتيف اوفيسر بتاع جولدمان زاكس قبل كده وتش از انفستمنت بانك، هو اصلا بتاع انفستمنت بانكر. فبدا يقول انها انا هنصلح فاني وفريدي ماي، ولكن الفريز بتاع الكريدت وقفت العمليه خالص. فايه اللي بدا يحصل بقى؟ بدا يحصل دلوقتي، الحاجات دي بدات تحصل دلوقتي. ان الماركت ستارتس بينج فيري نيرفس لغايه الفتره لغايه سبتمبر كان الماركت مور اور ليس ستدي. بدا بقى يبقى في سوينجز وبدا ينزل الماركت. وبعدين الدي ليفرجينج بقى، شركات بقى اللي كانت عامله ليفرجينج انها واخده سلفيات واخده اكسبوجر، بدات الحاجات دي بقى تيجي عليها. فبيحصل بقى كلهم عايزين يبيعوا اسيتس، فالاسيتس كلها بتنخفض. وبعدين في بقى دلوقتي دخلنا حاجه بقى حصلت غريبه جدا، دخلنا بقى من الدي ريجوليتد اكتيفيتيز انتو ذا ريجوليتد اكتيفيتيز. في ريجوليشن بتقول ماركت تو ماركت. يعني ايه؟ يعني انا لو انا بنك اندر ريجوليشن من البنك المركزي I'm supposed to hold my assets to the market value. في حالة ان الماركت is going down بالطريقة دي in a very steep way يبقى الاسيتس بتاعتي بتقل. All of a sudden if I start to market the market is going down. الاسيتس بتاعتي بتقل فI add to the downward spiral لان my own stocks are going to go down because my capital is going down, my assets are going down. العملية اللي بتحصل بقى it leads towards as lending tightens بقى بيبتدي يحصل أزمة كبيرة جدا. ليه؟ هنا بقى ما بنتكلمش على شركات وانفستمنت بانكس وبتاع، بنتكلم على الناس العاديين بقى. مش هيقدروا يلاقوا مورجج ليشتري بيت، مش هيقدر يشتري عربية. الشركات العادية مش هتقدر تفتح جواب اعتماد، مش هتقدر تطلع خطاب ضمان. كل المورد مش هيقدر ياخد فلوس اون كريدت. You suddenly realize how much credit is part of our lives. عشان كده بيقول لك it will go from Wall Street to Main Street very quickly. فانهيار اللي حصل في Wall Street انهيار حوالي مش قليل، حوالي on paper America lost about 2-3 trillion dollars in the market value. الانهيار ده انتقل الى بقية العالم وبصورة واضحة جدا. الناس بدأت تقول هل هيحصل stock market collapse؟ لغايه هنا كنا كريدت سكويز. هل هيحصل ستوك ماركت كولابس زي ما حصل سنه 29؟ دي صوره سنه 2008 ودي 29 فوق. زي ما قلت لكم من يناير اللي فات واضح جدا ان اي تصور ان دور امريكا انتهى في العالم وان في الصين وفي اوروبا وفي مش عارف ايه ده انتهى كومبليتلي. اللي بيحصل في وول ستريت على طول عنده جلوبال ريبركشنز على بقيه العالم. والكونتيجن has spread throughout the global system. وفعلا اتكشفت ان في عمليات زي دي موجوده في الحته الثانيه. الصوره دي عشان اللي منكم ما بيتابعش البوصه ما يقدرش يعرف ايه. الحاجات اللي بالاحمر يعني money is going down. فزي ما انتم شايفين كل الاسهم are going down. Everything is going down. اللي ما هواش احمر دي مجرد اسماء الشركات، انما الاكتشوال كوتيشنز كلها are going down. اظن المنظر بتاع التريدرز على البروكرج هاوسز واضح جدا. اوروبا في الاول اتهيأ لها انهم they were secure، وبعدين very quickly they discovered انهم they are not secure وان البانكس بتاعتهم are in very bad shape. وانجلترا had to rescue بعد نورثرن روك برينجليز بانك، وبعدين الفرنساويين دخلوا مع ديكسيا وفورتس، فبدات العمليه تبان انها اوروبيه كذلك. العالم كله بدا يتاثر بهذه الازمه. واللي انا عايز ارجع له تاني ان لما احنا بنتكلم كده في الارقام we tend to forget the enormous human impact that a credit squeeze will bring about. enormous
لانه لو حصل طبعا انه بينتقل العدوى من الفاينانشال ايكونومي الى الريل ايكونومي، بيبل ار ليد اوف اوت اوف جوبز، they have no credit, they can't get access to goods and services، بيحصل بقى ازمات زي الصور الفقر الفظيع اللي انت شفتوه في الجريت ديبريشن الى اخره. فاديكم صوره ثانيه من الحكايه going from Wall Street to Main Street. دي صوره حلوه قوي دي. الصوره دي بعد during the great depression after the crash of 29، ما فيش كريدت، you cannot get credit anywhere. فالراجل مستعد يبيع العربيه $100 بس اللي عنده $100 كاش. فيش كاش، no credit. He has a car, he can't eat. فوصل ان هو مستعد يبيع العربيه $100 على شرط يبقى $100 كاش، ما فيهاش شيكات، ما فيهاش ضمانات. فالحقيقه التصور ازاي لو النظام المالي ما بيحصل له التعثر ده بيأثر على الحياة اليومية is a huge issue. ولذلك الحقيقة الريسبونس الأمريكي although belated although الأخطاء حصلت وأنه كان مفروض يحصل regulation وكان مفروض وكان مفروض إلا أنه فعلا بدأ يتحرك بشكل تاني. حكيت لكم القصة بتاعت جي بي مورغان 1907 اللي وقف لوحده. فإن the shadow of Morgan في بقى وارن بافيت دخل بخمسة مليار لجولدمان زاكس وثلاثة مليار لجنرال إلكتريك من فلوسه الخاصة، وهانك بولسون طبعا وزير المالية طلع دخل وده رئيس سيتي جروب دلوقتي. الثلاثة يعني بيحاولوا انهم يلعبوا دور في انهم يرجعوا الكونفيدنس زي ما جي بي مورغان could do it. بس زي على رأي واحد يقول وقتها the word of جي بي مورغان was more important than the word of the US government. دلوقتي the US government is more important than anybody. ديبيت جه في وسط الازمه دي ان النهارده جورج بوش هيورث اللي وراه اكبر ازمه ماليه في تاريخ الولايات المتحده من 1930. فالكلام ما بين التو كانديديتس هيعملوا ايه؟ انا في تصوري ان ماكين از فيري ماتش ا كونتينيوشن اوف ذا بوش بوليسيز ايديولوجيكلي كوميتد تو ذا دي ريجوليشن ريجن لوجيك الى اخره. اوباما has a much better chance. ما تنسوش ان in 8 years بيل كلينتون left the federal government in surplus. The federal budget was running a surplus. وكانوا بيتكلموا على repaying national debt ahead of schedule. فكان it was a different picture يعني. Democrats have shown a much better management ability than the others. المسؤولين النهارده اللي الديلي مانجمنت بتاع الازمه هم الثلاثه دول. ده رئيس البنك المركزي بن برنانكي، وزير المالية الأمريكاني هانك بولسون، وده تيموثي جايتنر ده رئيس نيويورك فيدرال ريزيرف بنك اللي هو بيلعب دور كبير قوي مع البنوك بتاعت نيويورك وول ستريت بصفة خاصة. غرقوا السوق بالفلوس زي ما قلت لكم، ولكن الليكويديتي از نوت انف، وي نيد كونفيدنس از ويل. قد ايه الفلوس دي؟ شوفوا الصورة اللي قدامكم دي عشان تعرفوا ان الازمة دي حقيقة ازمة جورج بوش والحاجات اللي بيعملوها دي لارجلي التريجري الفيدرال ريزيرف اللي هو البنك المركزي زي اي بنك مركزي زي اي بنك عنده بالانس شيت. البالانس شيت بتاعه بال تريليون دولارز رافلي رانين كده اهو. دول ان انكمبر تريجريز يعني اذونات صرف بتوع الخزانة الحكومية، فدول مضمونين تماما بالحكومة الأمريكية. وبعدين في حاجات صغيرة كده خالص يعني زيء كده يعني. اللي حصل بقى إن الـ unencumbered treasuries دول انخفضوا جدا لأنهم they were donated للبنوك التانية، وعملوا securities loans زي ما أنتم شايفين هنا، وعملوا auction credit and currency swaps and other items، وده الـ discount window lending بتاعه. إنما عملوا حاجة اسمها repos. الريبوز دي is a very bad sign. ريبو is a short for a repurchase agreement. ان دي عشان those who deal in government securities they use it as a form of overnight borrowing. فدي معناتها انهم زودوا الاوفرنايت borrowing، بس مش borrowing بقى، borrowing بالجارانتي بتاع الحكومه. طب what's wrong with that يعني؟ ها what's wrong with that ان الديلرز اللي بيعملوا الحكايه دي usually don't actually do it. فترتب على كده although they give a very short term overnight to 30 days or more
انما the number of significant losses over the years from fraudulent dealers suggest that lenders in this market have not checked their collaterals. ترتب على كده ان الريبوز دهيا instead of being absolute secure, the confidence behind it is still lacking, and the dealers, the intermediaries بتاعتها are doing bad job. What happened? ادي الليبر minus البوليسي ريتس percentage points United States. Contrary to what people imagine, بصوا على الجراف ده هتلاقوا انجلترا واليورو زون ماشيين مع امريكا. مش ماشيين من دلوقتي بس. January, February, roughly the curves ماشيه مع بعضها. في الفترة الأخيرة أمريكا بقى اتحركت تحرك أكبر قوي, بس التانيين طبعا أزمة اشتدت فيها عندهم هم الأول, إنما دول هيطلعوا وراهم ماشيين مع بعض. فالتصور اللي كان موجود ان somehow يعني امريكا دي لوحدها ولو انهارت مش هيحصل حاجه والناس الثانيه ماشيه, لا الناس الثانيه ماشيه وراهم في كل حاجه. والجرافس دي بتبين انهم ما هماش مبتعدين عن بعض, ولا انجلترا ولا الاسترليني ولا اليوروزون. بولسون بقى اتزنق بعد ما الليكويديتي ما نفعش, قالوا لازم نشتري الباد سكيورتيز ده, يعني نشيل السكيورتيز المورجج سكيورتيز الوحشه ده اللي بدات الحكايه كلها بالسب برايم, نطلعها من الاكونتس بتاعت البنوك بحيث البنوك تبيكام هيلثير, وبالتالي يبتدوا يسلفوا بعض التاني والليكويديتي تمشي في السيستم من اول وجديد. عشان يعمل كده راح الكونجرس وطلب ال 700 مليار دولار اللي طلبها. باك تو كونجرس. كونجرس طبعا حصل ثوره في الكونجرس لما جه هناك, وزي ما انتم عارفين اول عرض اترفض من الهاوس ريبابليكنز, وكان جزء من العمليه حقيقه ان مش بس طلب 700 بليون دولار از ا لوت اوف ماني, انما كمان ان ذير واز ا سنس اوف اوتريج. ده ليمان براذرز, بنك ليمان براذرز ذات وينت بانكرابت. ده مستر ريتشارد فولد هو ان ذا لاست 10 ييرز was paid $17,000 an hour to drive the bank into bankruptcy. فالحقيقه الكونجرسمان قالوا يعني في استحاله ان الناس الغلابه اللي losing their houses ومش قادرين يلاقوا جوبز واللي مش عارف ياخد كريدت لاين والى اخره, هطلب منه ناخد الضرايب بتاعته وحطها عشان انقذ مؤسسات. هذه المؤسسات الناس اللي خربوها, ده الراجل ده اخذ 500 مليار مليون دولار ومشي بيهم, حطيتهم في جيبه ومشي. وميريل لينش كان نيو سي اي او, قعد ثلاث اسابيع اخذ 18 مليون دولار وروح. فحصل يعني كانت عمليه استفزازيه بالنسبه للناس العاديين, يعني الناس مكروهين جدا. ولكن القضية مش قضية إنقاذ البنوك دي, هو إنقاذ الـ السيولة والكريدت اللي ماشي في السيستم كله, وإلا هيأثر عليهم. 700 مليار دي it looks like a lot of money, بس افتكروا الرقم اللي كنت بقوله بالنسبة للكريدت ديفولت سوابس, it is nothing, it is 55 تريليون دولار اللي بنتكلم عليه. however الكريدت ديفولت سوابس دي مش بس كلها مش هندفع, إنما في جزء كبير منها مقصات. بمعنى ايه؟ يعني تفتكروا مثلا البابل اللي كان حصل في الكويت في سوق المناخ, كان وصل حاجه و60 مليار, وبعدين لما اتصفى في الاخر كان حوالي اقل من 6 مليار. فالاكتوال اماونتس ذات وير انفولد ان ترمز اوف اوتستاندينج اوبليجيشنز, فالاوتستاندينج اوبليجيشن هتبقى اقل بكتير هنا اهوت, والجزء بتاعها يعني حتى لو كان 1 لـ10 او 1 لـ20 يعني it's still substantial, it's a couple of trillion dollars or 3 trillion dollars, بس it's not 55 trillion dollars. يعني اللي حصل بقى في زي ما شرحت لكم النهارده الصبح ان في انشورنس بعد الجريت ديبريشن. روزفلت كان عمل فيدرال ديبوزيت انشورنس كوربوريشن بتضمن 100,000 دولار ديبوزيت عشان السمول ديبوزيترز ما يضيعش فلوسهم عليهم. ان فاكت اغلب الدول عندها سيميلر سيستم. النرويج عندها 350,000 جارانتي,
امريكا وفرنسا 100 وكندا 100، اليابان اقل شويه، انجلترا اقل شويه، المانيا اقل، استراليا ما عندهاش. دول بيدوا جارانتيز للسمول ديبوزيترز عشان يريحوا السمول ديبوزيترز، ان هم ما يجيش كل واحد بقى يروح ساحب فلوسه من البنك ويحطها عنده تحت المخده لانه مش ضامن البنك هيقفل بكره ولا لا. لا، ضامنين لغايه 100,000 دولار. لو عندك 250,000 دولار تف، 150,000 ممكن يروحوا، بس 100,000 هيفضلوا. فور شور دول جارانتيد من الفيدرال جفرمنت. واتس نيكست بقى؟ ادي وصلنا اليه، وقفنا اليه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طبعا التخوف الكبير جدا ان العمليه تنحدر انتو ايميل ستورم مع نزول البورصه زي ما حصل في 1929، ان الشركات تقف، الشركات تبتدي ترفد الناس، الناس طبعا مش لاقيه شغل، مش هتشتري حاجات، هيحصل كساد عام، الكساد العام هيؤدي الى ان شركات زياده هتفلس وبتخش في سبايرال داونورد سبايرال اللي هو الديبريشن، جريت ديبريشن او جريت ريسيشن. في هذه الاثناء في ظاهره ناس كتير بيقولوا لي طبعا امريكا دورها هينتهي والدولار دوره هينتهي كالريزيرف كرنسي بتاعت العالم. نوت ترو. In fact, it is this image is premature. It is premature. ليه؟ In fact, the dollar has gone up against the euro. It's gone up very considerably against the euro, which is a strange. يعني at first hand you wonder why. يعني الأزمة اللي موجودة في أمريكا والأزمة ليه الدولار يقوى قدام اليورو في هذه الفترة بالذات. يعني هنتكلم في فترة الكرايسيس من جولاي لاكتوبر كان 1.6 من 10 دولار، دلوقتي بقى 1.4 من 10. يعني it's a big increase. ان الناس اللي بتقول لك دول هيسيبوا الدولار وهينقلوا مش عارف ايه والخليج والصين وبتاع، do not have a clear idea of what the world reserve currencies look like. ادي what it looks like. Almost two-thirds of the global reserves are in dollars. 62.5 trillion dollars are in reserves. هنا بقى السترلينج is 4.7%, الين 3.4%, اليورو 27%, other currencies 2.4%. أنا لما عايز أطفش من أي حاجة من الكريدت لاينز وعايز أروح كاش، هلاقي كاش فين؟ مفيش غير الدولار. Nobody has any place to go to, no harbor. ما فيش safe harbor غير الدولار. The dollar is the only place you can go to get cash. ثانيا، في ناس كتير مصلحتها ان الدولار ما ينخفضش. اكبر lenders، افتكروا الصوره الاولانيه اللي وريتها لكم، الصين وغيرها، هم several trillion dollars. لو انهار الدولار قيمه الريزيرفز بتاعتهم اصبحت ايه؟ هتقل جدا. ما لهمش مصلحه في انهيار الدولار. And they will continue to support it. زي ما حصل لليابان في السبعينات لما اليابان كانت بتشتري الدولار ب 240 ين وتسلف امريكا الدولارات، لما انخفض قيمه الدولار قصاد الين واصبح 120، بقى قيمه الستوكس اللي كانوا ماسكينها they lost 50% of it. فاذا the dollar is here. It will not disappear tomorrow. It's a strong currency. Despite everything else, the dollar is a central piece of the global reserve system in النهاردة. Unless we invent a new system, it's not likely to work. شوية بقى conclusions. جزء من ال conclusions عايز أرجع لكم، جزء من ال conclusions عايز أرجع لكم عليه، إن إحنا عندنا صورة خاطئة عن الاقتصاد العالمي. والصورة دي جاية من تقارير الأمم المتحدة بتستعمل حاجة اسمها الـ Purchasing Power Parity. Purchasing Power Parity يعني أنا لما أقيم Gross Domestic Product، اتكلمنا عنه النهاردة الصبح، GDP بتاع أي دولة، بقيمه بالعملة المحلية بتاعتها وبعدين بحوله إلى الدولار بسعر الصرف. لما بحوله كده بنتهي الى ان في دول الدخل فيها مثلا 200 دولار في السنه، 300 دولار في السنه.
طب ما انا لو اديت واحد $300 في السنه ولا في الشهر مش هيقدر يعيش no matter what he does or she does. ما فيش فيه استحاله يعني you cannot physically live with it. فقالك لا احنا المقارنه دي خاطئه. المقارنه اللي تهمنا هي purchasing power parity. يعني انا لو بشتري خضار ولحمه ورز وكذا متر مربع من البيت ومواصلات ومش عارف ايه الماركت باسكت ده بدفع فيه كام في امريكا بكام وعندي انا بكام ويبقى ده الاكسشينج ريت وده اقرب الى تقييم الليفنج ستاندردز بتاعت الناس. فبننظر كده نلاقي طبعا ان الصين اصبحت نمره 2 في العالم بعد امريكا على طول وان جابان از نمبر 3 وانديا وبتاع والكلام ده كله نازلين كده. دي الصوره اللي موجوده قدامنا. دي ما هيش صوره حقيقيه اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. دي تعاملات ماليه على المستوى الدولي and it is the exchange rate that counts. What it would cost to buy groceries في الهند compared to America is irrelevant. اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. What counts is how much is the rupee to the dollar. لأن you exchange your securities in rupees and dollars, you buy your stocks في البورصات المختلفة with the exchange rate. أدي الإكسشينج ريت. United States is number one. Japan is number two. Germany, China. China is one-sixth the size of the economy of the United States. هنا it looks almost two-thirds. This is a wrong image. في الكلام اللي نتكلم فيه النهاردة, this is the right image. And by far, America is still not only the dominant country, it is the essential country in this structure that you see before you. And this is the structure that counts. لما نتكلم بقى في financial flows وفي credit lines وفي الحاجات دي, اللي بيفتح لي credit line في لندن أو في غيره, هيبص على الاكسشينج ريت بتاع الجنيه المصري ضد الدولار, مش هيبص على purchasing power parity. دي حسابات بنعملها احنا عشان عايزين نشوف الويلفير بتاع الناس, ودي حاجه ثانيه. انما في البنوك وفي الحاجات التعاملات الماليه it is the exchange rate that counts and this is what it looks like today. فالسايز بتاع الامريكان ايكونومي is enormous. It's absolutely enormous compared to any of the others يعني. And this is why لما بيحصل حاجه في وول ستريت بتاثر على العالم كله بهذه الصوره. لان الصوره دي اصدق بكثير الى الوضع في الصوره الماليه اللي احنا بنتكلم عنها. ده لما نبص على البيرشنج باور ونبص على ريجنال جي دي بي نبص على العالم ككل والادفانسد ايكونوميز وغيره. دي بقى اهم سلايد عايز اوريها لكم وده سبب التفاؤل بتاعي. يعني بعد ما وريتكم حجم الاقتصاد الامريكي, دي ما هيش الازمه الوحيده, حصل ازمات كثيره في العالم. يونايتد ستيتس جالها ازمه قبل كده سنه 88 واتعالجت, والحقيقه الكوست بتاعها كان 3.7% من الجي دي بي. فنلندا سنه 91 12.8, السويد 3.6, المكسيك 19.3 تقريبا 20%. جابان جالها ازمه كبيره 97 وذي كليند اوت البانكس بتوعهم, بس ات كوست ذم 24% اوف جي دي بي تو ريكابيتالايز البانكس بتوعهم تو كلين اب ذا بورتفوليوز. كان عندهم برضو ايه هيوج ريل استيت بابل في اليابان, برضو حصل لهم زي السب برايم مورجيز, ولذلك هم اقل بنوك متاثره, اقل بنوك البانيك اللي بتحصل على البورصه دي متاثره ببعضها. انما البنوك نفسها عندها اكسبوجر اقل قوي لان قعدوا ينظفوا في البنوك بتاعتهم 10 سنين. فالنتيجه كده بس اتكلفت 24% من الدخل بتاع اليابان. 24% من الدخل بتاع اليابان, انا رحت اليابان لسه جاي منها دلوقتي يعني, محمد فحام كان معايا هناك, they don't look too badly يعني بالنسبه للناس who lost 24% of GDP to fix a bubble a few years ago. They look quite healthy and the country looks good يعني, it's not that bad. الساوث كوريا اللي مرت بالأزمة الرهيبة سنة 97 اللي خلتني أكتب المقالة بتاعت 98, 31%. ساوث كوريا is booming حاليا. أمريكا given the huge size of America so far exposure بتاعها is 5.8 including ال 700 billion dollars اللي توافق عليها في الكونجرس.
ف it is a very it is still a relatively very manageable exposure بالنسبة لحجم الإيكونومي الأمريكية. أدي التجارب التانية اللي مرينا بها الفترة الأخيرة مع دول تانية كلها دول صناعية مماثلة. فلا there is room the American economy can withstand البروبلم. طبعا هيبقى فيه بين، ما حدش قال اليابان ما مرتش بفتره بين رهيبه، مرت بفتره ستاجنيشن نو جروث لمده تقريبا 10 سنين، انما السويد مرت بفتره تقلص برضه، انما كوريا اخذت ضربه جامده جدا، انما it is not unmanageable. يعني احنا بنتكلم على حاجات that are still manageable and still feasible. المهم بقى عندنا ان globalization and trade are not going to go away. كل الـ other actors are playing، وجزء من الأزمة مطمئن من أن فعلا الجلوباليزيشن شغالة، لأن تشابك الأسواق دي كلها بيبين أن احنا فعلا تريد والفاينانشال فلوس بقت تمشي في العالم كله. مهم بقى هل احنا الكرايسس ده will open new doors for what I think is the essential condition. نرجع تاني للفرق ما بين competitive markets and free markets. We do not want free markets. We want competitive markets. And that requires to fashion the wise constraints that make people free. Wise constraints, يعني regulation, oversight, control, transparency, participation. مش الكلام اللي حصل من وقت وول ستريت بتاع greed is good وما إلى هذا، إنما الواقع اللي احنا فيه النهاردة. وهذا بقى مفروض المرة دي إنه يتعمل على المستوى العالمي، إنه ما يبقاش بقى كل دولة بتعمل لوحدها. مفروض نرجع تاني بقى نبص على النظام العالمي ما دام حصل جلوباليزيشن ده، وان احنا بالطريقه دي هنقدر نعمل ايه؟ Be good to our children. Thanks. سهير خد بالك. الايه؟ بتوع Just speak closer into it like that. I'm talking about the Paulson Glassman buying assets, making the American government buying assets in these companies. It's very much similar to Buffett. But Buffett is one person. Will the government win by, having a big share in these corporations? لا، well, government, أساساً, the reason they're buying, إن الـ Congress مرضيش بإنهم بس to extend credit lines and assume the liabilities. قال لك لا، لو احنا كتاكس بايرز هندفع للعمليه دي لازم ناخد ايكويتي نشتري، بحيث انه بعد كده لما تتباع الحاجات دي وتتصفى الحاجات دي وتتسوى على الاقل مثلا من 700 مليار دولار يمكن يرجع 500 مليار تاني للبابليك سيرفيس. الحاجه الثانيه انهم عملوا كونديشن انهم ناو اذا بيكام شير هولدرز بوت ماني. Any company that gets the money has to sign انهم مش هيدفعوا للشيف اكزيكتيف اوفيسر بتاعهم اكتر من 400,000 دولار في السنه for as long as they are taking government money. Okay. دي طبعا عشان الاستفزاز اللي كان حاصل قبل كده. السؤال الثاني بس بس ده في حاجه فرق كبير قوي بين وارن بافيت وبولسون. بولسون عايز ياخد الباد سكيورتيز. وارن بافيت بيشتري الجود ستوكس. He believes in General Electric. He believes in Goldman Sachs. Warren Buffett is one of the richest men in the world and he did it basically by investing for the long term. وطبعا دلوقتي مع الانهيار اللي بيحصل ده this is an ideal time if you have a lot of cash to go and pick beautiful gems لان قيمتها دلوقتي نزلت 40-50%. ف if you have the money and he has the money he could go and buy it. فحتى 8 مليار اخذ فيه huge stake في General Electric وفي Goldman Sachs which are يعني the best of the best يعني.
my question فهمتش يعني what answer البورصه المصريه لما نزل 16.5% في يوم واحد one of the recommendation هم يقفلوها for a while until the bleeding stops. ف is that a right approach ان البورصه تقفل في اي وقت من هنا؟ No, it is not الا في حالات استثنائيه جدا. حالات استثنائيه بمعنى زي مثلا بورصة ذات از اكستريملي شالو وصغيرة وعدد الناس اللي بتضارب فيها نسبيا قليل، انما لما تكون جلوبال ماركت يو كانت دو ات لان اني واي يعني في تريدز ذات ار اون جوينج بيهايند ذا ماركت وذا مومنت ذا ماركت اوبنز يو ويل سي ات ويل اوبن لور ذان ات واز بيفور يعني اور ات ويل كم داون فيري كويكلي. ف يو نيد تو ستيم ذا تايد. الحاجة الثانية انه اتس ذا لو كان في رن And if you have a lot of small investors trying to withdraw their money في فترة طبعا they add لل downward spiral بتاع البورصة. اللي عملوه في أمريكا واللي عملوه في بعض الدول إنهم عايزين يمنعوا الشورت سيلرز. إيه الشورت سيلرز دول؟ في لونج سيلرز وشورت سيلرز. اللونج سيلرز دول are those who gamble that stocks are going to go up. فأنا بشتري النهاردة وبقول إن أنا هستلم بعد ثلاثة أشهر، فأنا طبعا السعر بتاع النهاردة وبدفع 10% of it، وبعد كده لما هيرجع لي تاني هيبقى أعلى من النهاردة فهبيعه وهكسب فيه وأدفع 90% اللي عليا وهبقى كسبت 20-30%. و 20-30% على إيه؟ على 10%. فالليبرج بتاعي في الصفقة دي كسبت 300%. دول اللونج سيلرز. الشورت سيلرز العكس، those who are gambling on it's going down. يقول لك الجامبلينج on going down with a small amount of margin calls بتاعتهم قليله are increasing the downward spiral. حاولوا انهم يوقفوها. في ناس بتقول لا، لانه remember ال two curves انه if you're allowing the long sellers to participate you must allow the short sellers to participate so you get an approximate view of what the real price or the real price expectation is. اللي بيحصل في الستوك ماركت انه مختلف عن الواقع اللي بنتكلم فيه. لانه ليه؟ لانه انا مش بس بقيم الشركات من حيث ان انا بعرف ايه الاصول بتاعتها وايه البالانس شيت وايه الارباح بتاعتها، بقيم توقعاتي ليها. لذلك شركه زي جنرال موتورز، شركه زي فورد ار واي اندر فاليود اف يو لوك ات ذير بوك فاليو، لانه الناس متوقعه ان they're going to continue to lose money. شركات زي مايكروسوفت وجوجل وبتاع رغم ان ايه الاسيتس بتاعتهم ما فيش شويه برين باور يعني، انما اساسا ولا عندهم اراضي ولا مكاتب ولا بتاع، انما قيمتهم عاليه جدا لان في اكسبكتيشن انهم they will continue to. فالستوك برايسز بيخش فيها دور الاكسبكتيشنز مش بس التقييم البوك فاليو اللي موجود دلوقتي. فدي المناقشات اللي بتتم في العمليه دي. اتفضلي. Well, one question arises من كل الديسكشنز دي، الدور بتاع الاي ام اف في مراجعه السياسات الماليه للدول المتقدمه بنفس الطريقه اللي هي بتتم للدول الناميه. Would that be energized؟ لان من اول انشاء الاي ام اف ما كانش بيحصل. لا بيحصل بس للدول الناميه مش المتقدمه. لا بيحصل للجميع. بس بيحصل للجميع، بس في اصل في حاجه اسمها في الصندوق النقد الدولي في حاجه اسمها ارتكل 4. ارتكل 4 في الارتكلز صندوق النقد بتقول ان لازم كل دوله تفتح الدفاتر بتاعتها للخبراء بتوع الصندوق، بيراجعوا الدفاتر دي وبيقدموا تقرير، وهذا التقرير بيدوا فيه نصايح. طبعا دي نصايح تاخد بيها ما تاخدش بيها، دي متروكه للناس كلها. في بعد كده كل دوله حاطه ريزيرفز جوه الاي ام اف، جزء من الريزيرف بتاعها في الاي ام اف. الريزيرف ده انا ده ريزيرف بتاعي، فانا ممكن اروح له واخد منه شويه لما بحتاج له. اقدر اخده من غير حاجه if I'm called in the first tranche اللي هو 25%.
امريكا اكتر من مره ايام جيمي كارتر ايام الانترست ريتس العاليه قوي اخذت من الاي ام اف ريزيرفز بتاعتها بس within the first quarter within the first quarter بتاع ال 25% من الريزيرفز. في هذه الفتره ما فيش اي اوبليجيشن غير انهم بيناقشوكي في الاراء بتاعتك يعني بيدوا الاداره بتاعتك مش عجبانه عشان وعشان وعشان. انما لو احتجت اخد اكتر من 25% من الريزيرف بتاعتي او اسوأ من هذا زي ما بيحصل في بعض الدول ان انا بحتاج استلم من الاي ام اف above and beyond my reserves وقتها you have to have a program that is agreed with the IMF board or else you cannot touch that money. مشكلة بقى ان if you don't have an IMF program لو عندك credits مع commercial banks, commercial banks will not reschedule the debt unless you have an IMF program. فاللي بيحصل ان طبعا الدول النامية هي اللي وقعت في البراسن بتاعت احتياجة لميجر ريستراكشرينج فهي اللي دايما بتبقى on the carpet في IMF. ولكن زي ما كنت بقول لبعض زملائي اللي كانوا بيقولوا الاي ام اف دول اروجنت وكذا 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 اقول لهم اقروا الميموارز بتوع دينيس هيلي لان الدوله الصناعيه الوحيده اللي احتاجت انها تستلف من الاي ام اف بيوند الفيرست ترانش 25% كانت انجلترا ايام ما كان دينيس بتوع الاي ام اف جم وفرضين علينا شروط غير معقوله ودي ار انسنسيتيف للسوشيال كوستس وان ريزونبل في الديماندز بتاعتهم وا 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 الى اخره. فقلت لهم بغض النظر عن سواء انا موافق ولا مش موافق على اللي بيعملوه زملائي في الاي ام اف على الاقل اقدر اثبت لكم انهم بيعاملوا الجميع بنفس الطريقه. المشكله ان الدول الصناعيه ما احتاجتش، الدوله الوحيده اللي احتاجت هي انجلترا. اخذت لون واقروا في الميموارز بتاعت الوزير الماليه البريطاني يعني الكلام على الاي ام اف ما يتفرقش عن وزير زامبيا او وزير ملاوي في الحكايه دي خالص. Well no the US is right now the IMF is irrelevant بالنسبه لليو اس it's too small way too small. اتفضل يا فندم. النظام الرأسمالي زي ما بيقال هل حينتهي؟ يعني الدولة مش هيبقى فيه الحرية الكاملة دي لأن الناس abused الطريقة دي. فالنظام الرأسمالي لازم الحكومة هتتدخل. طب الحكومة تتدخل في نظام رأسمالي، ما هو روزفلت تدخل وعمل يعني ايام سنة لا بالطريقه اللي موجوده دي ان الرأسمالي هو بيصلح نفسه وما فيش حد يتدخل. لا لا ما فيش حد بيقول هذا الا الايديولوجز بتوع الريببليكان بارتي يعني في امريكا وبعض الثاتشرايتس. بس حتى الثاتشرايتس في انجلترا دلوقتي كاميرون بيتكلم باسلوب مختلف يعني في تطورات يعني ما اقدرش اقول ان توني بلير ما كانش بيدير نظام راس مالي. نظام بريطاني نظام راس مالي، فرنسا مع ديميتيران ما كان نظام راس مالي. بس النظم الراسماليه فيها اختلافات. هو المطلوب ان نرجع تاني الى بعض الريجوليشنز والاكسسز دي لازم انها تبقى كيرب. المشكله الحقيقه اللي حاصله ان السرعه بتاع والذكاء بتاع الناس اللي بيشتغلوا على انفنتنج النيو انسترومنتس دي بتمشي اسرع من قدره الدول انها تمارس رقابه عليها. يعني عشان عقبال ما افوت قرارات وقوانين على ايه نوع الرقابه وقد ايه. طب هاو دو يو مارك تو ماركت؟ المارك تو ماركت دلوقتي اضطروا يوقفوه مع ان هو قانون في الاوديتس. لان انا لو بعمل مارك تو ماركت في وقت الاسعار عماله تقع كده ما انا بالضروره هقعد اخفض كل يوم الاصول بتاعتي رغم ان الاصل نفسه مازال موجود ما حصلوش حاجه يعني انما هقعد اخفض فيه فبالتالي حبان الاكسبوجر بتاعتي زادت وان كانت هي فعلا ما زادتش. فاضطروا هم يوقفوا الماركت ماركت مع انه ده ون اوف ذا اوديت رولز اللي موجوده في البنوك لانهم لازم يتفاعلوا مع الواقع اللي هم فيه. فاللي هيطلع بعد الحكايه دي مش النظام الراسمالي هينتهي، بالتالي نظام راسمالي از هير تو ستي. انما على الاقل هنرجع الى نظام راسمالي اعقل بكثير جدا. نظام رأسمالي بيرى التوازن المطلوب ما بين الأهداف الاجتماعية والأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية. وزي ما كنا بنقول النهارده الصبح في whole range of issues
من الفول امبلويمنت لايكويتي لحاجات كتيره جدا ما هيش داخله في الاقتصاد، بتخش في السياسه وبتتعامل تتفاعل مع الاقتصاد. الحاجه الثانيه ان المفروض ان احنا نعمل نيو ريجولاتوري ستراكشر، وفعلا المفروض بقى ترجع تاني على المستوى العالمي مش على المستوى الصغير. ده هيبقى صعب جدا لان حتى اوروبا ما وصلتش، بالرغم ان عندها دلوقتي فتره طويله مع خبره اليورو والسنترال بانك اي سي بي، الرياكشنز اللي حصلت دي كلها حصلت برضو الدول، المانيا اتحركت، فرنسا اتحركت، اتسترا اتحركوا لوحدهم لسه ما اتحركوش، بالرغم ان دول عندهم اكزيستنج سنترال بانك وعندهم حاجات معينه سنجل كرنسي الى اخره، في بروبلمز لسه. فاحنا عايزين نوصل الى ان يبقى في نظام عالمي فور اجريد ريجوليشن. ابسط حاجه عايزين نوحد الاوديتنج ستاندردز، دي لسه عليها خلاف. المفروض ان اليوروبيان اوديتنج ستاندردز والامريكان اوديتنج والجابانيز اوديتنج ستاندردز كلهم يبقوا ستاندردايزد، لان النهارده الشركات كلها عالميه، فحكايه ان كل بلد تشتغل لوحدها دي ده جزء من الحاجات اللي هي هتتغير مع العالم. ولذلك انا انتهيت قلت لكم العولمه يعني بمفهومها جلوبال جلوبالايزيشن اند تريد ار هير تو ستي، بس ان شاء الله نتعلم من الازمه دي اللي هي اكبر من الازمات الثانيه. يعني الغريب انتوا ما حدش منكم حس بالازمه اللي فاتت في اليابان واللي فاتت في السويد واللي فاتت في كوريا، يمكن سمعناها 97 وبتاع، انما الازمات اللي مرت دي كلها كل دوله من دول طلعت اقوى نتيجه للتجربه دي، وحسنت حاجات كانت ثغرات موجوده عندها، وامريكا هتحسن ثغراتها. انما المهم العالم، لان امريكا قد كده بتلعب دور كبير في العالم كله، ان احنا لازم العالم كله يتفاعل ونعمل نظام حقيقي، اول نظام بقى عالمي صحيح يعمل بالانسنج ما بين الكونسترينتس والفريدمز. لكن ممكن الجلطه برضه تؤدي للوفاه. ممكن ايه؟ الجلطه دي تؤدي للوفاه. الجلطه ممكن طبعا تؤدي للوفاه. وايه دور مصر بقى في الجلطه دي؟ ولا حاجه خالص. مش هتأثر خالص يعني. لا مصر مالهاش علاقه خالص بالحكايه دي. احنا دورنا على الساحه العالميه ما زال محدود جدا، وتداخلنا مع الساحه العالميه محدود جدا. يعني البنوك بتاعتنا ما استثمرتش في كريدت ديفولت سوابس، ما اشترتش في السب برايمز، فما عندناش نفس الازمه دي. يعني مثلا من الدول المختلفه بالنسبه لاوروبا، اليابان لانها مرت بهذه التجربه عندها اصغر اكسبوجر. يعني البنوك اليابانيه رغم حجم اليابان الاقتصادي، شايفين ده ثاني اقتصاد في العالم بعد امريكا، اليابان 8 مليار الاكسبوجر بتاعها للي بيحصل ده. طبعا في حجم الاقتصاد الياباني از فيري سمول، يعني 8 مليار بس. ده ليه؟ لانهم بقى لهم 10 سنين قاعدين ينظفوا في البنوك بتاعتهم وتايتنينج ويظبطوا بتاع وصلحوا امورهم، فالصوره عامه هتصلح. احنا لسه ما لعبناش دور على الساحه الدوليه، وبالتالي الازمه الدوليه دي ما بتاثرش علينا كتير، وان كان مثلا ممكنها تؤثر في حاجات بسيطه زي عدد المستثمرين اللي هيجوا، عدد السياح اللي يجوا السنه دي، بس حاجات يعني عرضيه بتتغير من سنه لسنه يعني. تفضل صلاح. او التايم اللي هو ممكن ياخده بيتوقف على حجم الشير اللي بتمثله الدوله في الاقتصاد العالمي ككل. يمكن حضرتك لا بيتوقف على حجم الاكسبوجر بالنسبه لحجم الاقتصاد بتاع الدوله. ده لما الاقتصاد بتاع الدوله صحيح. لكن يعني لما السويد عدت من المشكله واليابان اولموست عدت برضه من المشكله ولو انها خدت 10 سنين زي ما حضرتك قلت، لكن حجم الاقتصاد الامريكي هيوش. يعني لما كنا بنتكلم على 3.8 من 10 في 1988 او 5.7 من 10 في 2007، انا ما اعرفش لغايه دلوقتي الاسم انكلودنج 700 انكلودنج 700 مليار دولار، انكلودنج 700 مليار داخلين في 5. هل ده تعتقد حضرتك ان هو الاقتصاد الامريكي ويل ريكفر؟ اه شور. الاقتصاد الامريكي بقول لك حاجه، الاقتصاد الامريكي از ماتش مور ريزيلينت ذان بيبل ايماجين. في عيوب كثيره جدا، من العيوب بتاعته للناس اللي يعرفوه كويس انه نظام غير ادمي. صحيح. يعني نظام غير ادمي بمعنى كل واشرب واشتغل. نعم كل واشرب واشتغل يعني.
لا لا يعني ده معنى ايه؟ انك انت لو ما عندكش مثلا مش لاقي شغل تعرف عندك ست شهور unemployment insurance بعد كده تبوع تموت it's up to you. يا يعني اما بقى واحد شارتي بقى ياخدك وبتاع، انما مثلا في دول اوروبيه لا في unemployment insurance وفي مش عارف ايه وفي حاجات very generous لازم نحاسب على الناس اللي دول. امريكا ما عندهاش. لذلك لما الناس كانت بتقول لي الامريكان بيفرضوا علينا tough adjustment measures قلت لهم لا بيفرضوا على نفسهم adjustment measures. انا اتحدى ان السياسيين في اغلب الدول الثانيه يقبلوها. منها مثلا انا شفت في وانا في امريكا لما حصل الميجريشن من الراست بيلت للسان بيلت زي ما بيسموه الانيمبلويمنت ريتس في بيتسبرغ وفي يانجستاون اوهايو وفي الحته دي كان وصل الى 70% 70% بطال وداوت مفيش انشورنس خلاص مش لاقي تاكل طف روح دور على معيشتك في حته ثانيه. فانتقلوا الناس الى كاليفورنيا والى اريزونا والى تكساس. بس الانتقال ده ما جاش الا بعد تقطيع اجتماعي رهيب رهيب. يعني عندهم هذه القدره، عندهم القدره انهم يتقبلوا ان صناعه الحديد الامريكيه تنهار، عندهم القدره انهم يقبلوا ان الشركات العملاقه بتاعتهم زي بوينج والثانيه تي دبليو اي وبانام وبتاع خلاص تختفي تختفي. يعني ده من ناحيه هي لا ادميه، يقول لك ورفضوا لما شركه زي بانام تسقط يبقى في 250 الف واحد بوت اوت اوف ورك تاف. انما ما الاذر سايد اوف ذات كوين ان الريزيلينس بتاع الاقتصاد بتاعهم عالي جدا، ان عندهم هذا الاستعداد انهم يتقبلوا هذه التغيرات، فهم هيقدروا. انا بتهيألي انهم يطلعوا يعني الباونس هيبقى ديبر وهيبقى اسرع من الناس اللي صورها. طيب حضرتك برضو من ضمن الحاجات يعني، وانا سعيد ان حضرتك طبعا بتشير الى ريجوليشن اللي هي عايزينها او محتاجينها او نيدد، بالرغم ان حضرتك طبعا عارف البنك الدولي كان سبورتنج للفري ماركت بدون يعني زي وضع الثعلب مع الفراخ في الحظيره مع بعض، وده فري وده فري وتسيبهم وتمشي، لكن لازم يبقى في ريجوليشن علشان يقدروا يمشوا مع بعض. ف لا النقطه بس خد بالك من نقطتك، هم مستعدين يقبلوا ان الثعالب تاكل الفراخ. ما هو الشركات الكبيره دي لما بتسقط وبيحصل لها مش عارف ايه، ما هو الشركات الثانيه اللي قامت مطرحها واكلتها. المهم في الحكايه نعم قيمه العمل او لا، المهم ان المشكله ان ما بننظرش كفايه الى عدد الثعالب اللي موجودين. يعني لو في 20 ثعلب اوكي هيتنافسوا مع بعض، ذاتس امبورتنت. انما لو في ثعلب واحد وثلاث فراخ ما ينفعش. يعني وقتها you need to ensure competitive markets. To ensure competitive markets يعني لازم يكون في ما فيهاش مونوبولي، يعني لازم نكسر المونوبوليز. للاسف في الدول الناميه البرايفت سيكتور يوجوالي دومينيتد باي تو اور ثري فاميلي انتربرايزز في اغلب الدول الناميه. يعني this is that's how it starts. يعني وبعدين حجم السوق بتاعها نسبيا صغير، الا في دول بقى عملاقه زي الهند او زي البرازيل وبتاع، انما حجم السوق بتاعها صغير، وبالتالي بيبقى تندنسي توورز مونوبولي از بارتيكولارلي سترونج. يعني فده مهم ان الواحد يغير الحاجات دي في اغلب الدول. هو لو حبيت اضيف حاجه ثانيه برضه، يمكن انا رايي مش طبعا زي حضرتك في المواضيع دي بالذات يعني، لكن اقتصادي الماني وبيتكلم فيه على الفلسفه بتاعت الفري ماركتس ليه المطلوب، وهو بينادي تقريبا برضه بنفس اللي حضرتك بتقوله. وانا سعيد جدا بالريبورت اللي انت كاتبه من 10 سنين، هو اتكلم الكلام ده في 2003 يعني من خمس سنوات فقط. يمكن برضه روجيه كتب برضه في سنه حاجه و90 يعني اقل برضه من 10 99 بالتحديد، اقل من 10 سنين برضه كان بيتكلم عن تشخيص للي هيحصل اللي هو احنا فعلا بنشوفه. يعني السنه اللي مكتوب من خمس سنوات او من ثمان سنوات او اللي حضرتك كاتبه من 10 سنوات كان بيبين قد ايه ان احنا نسيب الفري ماركت للاكستريمست ومفيش ريجوليشن بتم فيه هتقود العالم الى الديزاستر اللي هي احنا بنشوف طبعا خلال السنوات اللي فاتت شفنا منها في اكتر مكان زي ما حضرتك عرضت في الجدول قبل الاخير برضه. اه والدياجرام اللي قلت لكم بتاع الدومينوز ده اللي بتقع دي مرسوم سنه 2006، يعني من سنتين. يعني الدياجرام بيتوقع ازاي الازمه هتحصل. هبه هبه لا بيتكلم على السب برايم بالذات. هبه بيتكلم على الهاش فاندز قبل كده، وضربت مثلا ان
حضرتك سلفت فلوس لهدى ميقاتي وبعد كده رحت اخدت تأمين من الاستاذ يحيى منصور مثلا، فهل اساس المشكلة عند الاستاذ يحيى منصور لان هو وجوده؟ لا، لان الاساس في كل حاجه، لان هي بعد كده طالما هدى ميقاتي عارفة ان حضرتك اخدت تأمين يبقى هي مش مجبرة ان هي تدفع كده ولا وعيش لا لا هي مجبرة لان قانونا مجبرة انها ترفع، يعني في لحظة ما بياخد when you owe money when you owe me something في قانون بيني وبينك اقدر اخدك المحكمة واقدر اوقع عليك. طالما في تأمين استاذ يحيى هيدفع، انا مش فاهمة اصلا ليه استاذ يحيى او شركة التأمين ده why would they cover us on a debt they're unsure that they're gonna pay or not gonna because pay. Because that's the job of insurance. The job of insurance is to guarantee you against risk. بس زي ما قلت لك الغلطة، في غلطتين حصلوا في الحكاية دي. الغلطة الأولى اللي حصلت هي إن في فرق بين تأمين عادي اللي هو مبني على actuarial probabilities وفي فرق بين التأمين على financial risk. لأن التأمين على financial risk التأمين كفلسفة بيفترض الـ independence بتاعت الـ events المختلفة. فلان مات مش معناتها إن فلان اللي جنبه هيموت، انما لما يحصل ازمه ماليه عند فلان يبقى اللي جنبه هيحصل له ازمه ماليه واللي بعده هيحصل له ازمه ماليه. يعني this is very likely, contagion is very likely. دي ما اتحسبتش في الحكايه. الحاجه الثانيه ان شركه التامين مفروض انها لما بتعمل التامين بتاعها قصاد الارباح اللي بتاخدها يبقى عندها كولاترال كافي انها تدفع البريميوم البوليسيز لما when they become due. جزء كبير من التامينات اتعمل من غير الحكايه دي على اساس ايه؟ على اساس ان في قصاد اللي بيقول ان في ان هدى مش هتدفع في واحد تاني بيقول لا هدى هتدفع. اوكي يبقى دلوقتي I have two countering policies. لو دي فشلت I collect from this guy and pay that guy. ده كان التصور وده اللي ادى الى ان الكريدت ديفولت سوابس وصلت لحاجه و50 تريليون 60 تريليون دولار لان ما فيهاش كولاترال وراها، ما حدش مضطر يحط فلوس. لو كان تامين بحقه حقيقه كان لازم في وراه كابيتال، شركات تأمين لازم عندها كابيتال تحطه عشان تقدر تضمن نفسها. يعني وإن يعني كان حتى ساعات شركات التأمين برضه بتبقى اكسبوزد. يعني يعني الحل الوحيد اللي هدى مش هتدفع فيها ان هي شركات ان هي يعني the company has lack of sufficient funds or they're bankrupt بس other than that they're يعني legally yes, of bound. Course of course they're legally bound. لا في حاجه اسمها contract law بقى، لو ما كانش في contract law يبقى ما فيش برجعنا للبارتر ايكونومي بقى. عشان كده بقول دايما ان الكلام عن اي فري ماركت از نونسنس، لان تو هاف ا فايبل ماركت اوف اني كايند لازم في قانون وفي محاكم وفي كونتراكت لو وفي سيستم موجود، والا ما يقدرش السيستم يشتغل. يعني لا هم ستيل ليجل، يعني ما فيش حاجه كانت بتمنع الناس دي انها تعمل اللي عملته. في بعض الحالات لا اتس نوت كويت ترو، في بعض الحالات وده هيعملوا التحقيقات الاف بي اي دلوقتي بتعمل تحقيقات مع حوالي حاجه و30 واحد داخلين اندر ذا جنرال لو اوف فرود. فرود بيتبني على اساس ان لو انت بريزنتد سواء بكلامك للبابليك او في الدوكيومنتس بتاعتك صورة غير حقيقية طبقا للمعلومات اللي كانت عندك. At the time you said it. يعني other words لو انا وقفت زي الراجل بتاع انرون قول للناس لا لا استثمروا في الشركة بتاعتي it's absolutely guaranteed at the same time I'm selling my own stock. لا وقتها الراجل راح السجن. This is not allowed. This is بقى fraud. لأن وقتها أنا بقول للناس حاجة غير الواقع. ده تقريبا تزييف اوراق رسميه، ولكن حتى بالكلام يعني حتى مش في التقرير، انما حتى لو وقف الرئيس الشركه وقال وقت ما لا الكونديشنز ار فاين وبتاع والكلام ده كله وقتها ممكن يتحاكم. ففي حاجه و30 واحد من الكبار بتوع وول ستريت دلوقتي اندر انفستيجيشن من الاف بي اي اندر جنرال فرود. اتس ديفيكلت تو بروف فرود يعني لان لازم اثبات النيه وانه كان قال الكلام ده. ما ممكن يقول انا قلت الكلام ده بحسن نيه، انا وقت ما قلت الكلام ده كان المدير المالي بتاعي والمحاسب بتاعي بيقولوا لي لا الامور كويسه
انا مش عرفني ان الصوره اتغيرت بسرعه حاجات يعني ممكن بقى يبتدي يفلفص. طبعا دول ناس اغنياء جدا عندهم محامين شطار جدا في الحكايه دي، انما فعلا يعني في انفستيجيشن على الحكايه دي. غير كده اللابس في ان القوانين مش كافيه للتعامل مع سيستم بيتغير بهذه السرعه. شفت الجراف بتاع الكريدت ديفولت سوابس ده من سنه 2000 ل 2007 وصل 60 تريليون دولار. يعني ازاي يوصل حاجه بالشكل ده خارج ريجوليتوري سيستم؟ ما فيش حاجه في القانون. هتمسكي الناس دول ازاي؟ ما هو اساس قانوني ان لا جريمه ولا عقاب بدون نص، من غير ما يبقى في نص قانوني، ما اقدرش اعاقب واحد على حاجه ما كانتش ممنوعه. ف يعني وي هاف تو ليرن فروم ذات. فانا بيتهيألي طبعا هيبقى في بين شديده، هيبقى في difficult period to go through، انما I don't think it will be as يعني cataclysmic as people imagine. والحاجه مش هتتعمل يعني هتاخد 3 4 سنين. يعني to work itself out it'll take 3 4 years of limited growth or no growth, high unemployment, bankruptcies, difficulties، حاجات كتيره مش كده هتحصل، مش هتحصل يعني مش هتيجي بسهوله زي ما حصل في الدول الثانيه، في كوريا، في المكسيك، في بس السكيل بقى عالمي بدل ما يبقى سكيل في دوله واحده. at least 2 3 years. فـ do you think إن confidence in the dollar would decline، فالناس زي الصين والدول العربية والخليج وكده they might think of investing مثلا في اليورو مثلا؟ شوفي، هو أغلب الناس بتقول the only possibility as an alternative currency to the dollar is the euro. ولكن الـ exposure بتاع الـ European countries doesn't draw much confidence. والدليل على كده انه الدولار از جوينج اب اجينست ذا يورو في وسط الازمه دي. ف this is يعني the most important vote of all where people actually put their money. When the chips are down people choose to go out of the euro into the dollar. فده يعني shows you ان ال confidence level is still there. بس لو درسنا تاريخ بتاع القرن العشرين هنجد ان الدولار حل محل الاسترليني مش في يوم وليله. Over a 30 year period. Very gradual period. وبعدين بعد الحرب العالميه الثانيه طبعا اخذ a huge boost. وبعد الازمه الازمات المتتاليه اللي ادت الى ان وزير الماليه البريطاني يشتكي من الاي ام اف وغيره، الاسترليني قل دوره خالص في العالم كريزيرف كارنسي. مع ان لندن remains a financial center. لندن remains the second most important financial center بعد نيويورك. رغم ان الاسترليني ملوش دور كبير، وده يبين لك بقى ان حصل ريل جلوباليزيشن. اللي بيحصل في لندن ده لندن انتر بانك ريت الليبر ده بيشتغل لكل بنوك العالم، ما بيشتغلش على استرليني بس. It's a major thing. اخر سؤال بقى يحصل ايه؟ Breach للفري تريد اجريمنتس ان ذا كومينج بيريود؟ ليه يعني فري تريد اجريمنتس مالهاش دعوه؟ دي ليها دعوه بالتعريفه الجمركيه. لا مش عشان كده، عشان الامبورت اكسبورت تو بروتكت ذير اون ماركت اند فور ذا يو اس اي تو بروتكت اتس ماركت. نو اند برودكتس. اي دونت ثينك ان فري تريد از ات ريسك. يعني اي ثينك ذا ريل ايشيو از ريجوليشن اوف ذا فاينانشال سيكتور، وان ده هيبقى the major issue in the next 2 to 3 years. And our trade will continue. Okay, thank you all.